حبيبة ماما، قومي يا جميل، قومي يا لزلوزة يا روح ماما. حماد ايه حماد؟ بس عليك يا ماما، بس عليك يا ماما، خضتيني. قوم يا دنايا قوم. مش قادر مش قادر يا ماما. الله الريحة الحلوة دي. يا صباح الفراخ المشوية المتبلة، حطيها هنا ماما، حطيها هنا. اتفضل يا حبيبي. والنبي ماما ارفعها لي شوية، ارفعها لي. اتفضل يا حبيبي. الله مش قادر، بس عايزة انام. لا يا حمادة قوم يا حبيبي، في الحركة بركة. قوم يا حبيبي بطل نوم بقى. يا ماما النهاردة يوم عندي شغل طويل وعندي ميعاد مهم، ادعي لي ادعي لي يا ماما. بدعي لك من كل قلبي، ربنا يفتحها في وشك يا حمادة. ماما سيبيني انام شوية، تعبان كسلان والله. يا حبيبي قوم قوم. يلا حبيبي ماما، وقت التشطيب جه. حمادة يا ماما انا نضيف وزي الفل، ولازم الواحد يتشطف، والله ما قادر. حمادة حبيبي لازم تغسل وشك. الله حاضر حاضر، بس مش قادر. استنى عليا، انا هغسل لك وشك. ربنا يخليكي، مش عارف من غيرك كنت هعمل ايه والله. تقوم عظيمه عظيمه يا ماما. يلا هب 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 هب، غمض عينيك عشان الصابون يحرقك. حاضر حب. الميه ساقعه يا حي ماما يا حي. معلش يقطعن يا روح ماما. والله نشفي. شكرا يا ماما، شكرا. نشفي الحته اللي فوق اللي في خدي اليمين، اللي في خدي اليمين. بس ماما هتخنقيني، شيل الفوطه. يلا نف نف نف. هوبا هوبا، شيل الفوطه. هتخنقيني يا حي يا ماما، والله عينيا حرقتني. يلا سنانه. مش قادر افتح شفايفي. شكرا شكرا. تف 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 تف. اوف ماما سيبيني بقى، انا تعبانه، عايزه انام عشان خاطري يا ماما. لا لازم تقوم وتصحصح يا حماده. النهارده بقى عامله لك مفاجآت مذهله. ايه ماما المفاجاه؟ والنبي قولي لي. ايه يا حماده؟ ماما خلاص بقى زهقت. حاضر. ليه حماده على طول؟ حماده على طول. ايه المفاجاه؟ ما قوي تبقى مفاجاه لو قلت لك ايه المفاجاه يا حماده. عشان خاطري يا ماما، عشان خاطري. يا حبيبي ده النهارده عيد ميلاد حماده. كل سنه وحماده طيب. هو طيب. كل سنه وحماده طيب. وانت طيب. ماما ماما ممكن اطلب منك طلب؟ عينيا انا كسلان شويه، يعني سيبيني بس 17 ساعه انام، لاني هلكان هلكان هلكان. حماده انت مش بتقول وراك ميعاد مهم؟ قوم وصحصح كده. والله يا ماما ميعاد مهم قوي، ادعي لي ربنا يوفقني فيه. ربنا يوفقك فيه. قادر يا كريم يا رب يا حماده. ده ماما ربنا نعم. يخليكي ليا، انا مش عارف من غيرك اكيد كنت هخس، مش عارف كنت اعمل ايه. بعد الشر عليك من الخسسان يا حبيبي. ايدي ايدي كابوسه يا ماما. خدي يا حبيبي. زق يا زق ايدي زق. متشكر. العفو. رجع ايدي رجع ايدي يا ماما رجع. متشكر. العفو يا متشكر. حماده. حماده ماما. حماده ماما. حماده ماما. حماده حطي ايدي على بوقي، عايز التاون. رجعيها. متشكر قوي. العفو يا حمودي. حمادة يا ماما. قوم بقى يا حمادة، مش معقول الكسل اللي انت فيه. قوم يا حبيبي وغير هدومك كده. لسه لسه هقوم وغير البيجامة والبس هدومي وانزل واركب الاسانسير. لا مش قادر. انا هقلعك هدومك يا حمادة. ربنا يخليكي. ربنا يخليكي يا ماما. ربنا يخليكي. يا سلام. ايوه كده، لبسي جاهز والبنطلون والبنطلون يا ماما. ربنا يخليك يا احلى ام في الدنيا. يلا يا حبيبي هات ايدي كابوسه تاني. خدي هات ايدي. زقي ايدي زقي. رجعي ايدي رجع. متشكر يا ماما. العفو يا حبيبي. ممكن انام شويه بقى؟ لا يا حماده قوم بقى. الله بطل كسل. والله ما قادر. طب مش قادر انزل من على السرير. طب اعمل ايه؟ دقلجيني يا ماما وزقيني. مش قادر. يلا مش قادر انزل. يلا يا ماما يلا. ماما تعالي قوميني. الله يا رب. استنى انا جايه لك جايه لك. الخشب جامد قوي وجع لي ركبتي. معلش يا روحي. ماما ساعديني قوميني. حاضر يا حبيبي. ده ميعاد مهم قوي، ادعي لي ادعي لي يا ماما. ها قومي يا دنيا. قومي يا حبيبي. اسم الله عليه. النبي بتعب ولا لا؟ بتشقى يا دنيا. والله بتعب وعندي ميعاد مهم. ماما ممكن تيجي كده شويه؟ تعالي كده انا اريح شويه، تعبان مش قادر. لا 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 مش قادر. حماده مش حماده، ده انا محضره لك الفطار اللي انت بتحبه يا حبيبي. ربنا يخليك. والنبي يا ماما اديني ايدي كابوسها احسن. مش قادر. اديني ايدك. زقي ايدك زقي. متشكر يا ماما. رجعي لي ايدي رجعي لي ايدي. متشكر يا ماما متشكر. افطر يا حماده. افطر على بال ما احضر لك الفطار. ربنا يخليك يا ماما ويخليك لي. توسم الفطار بقى، توسم الفطار اللي جاي. عيني يا حبيبي. حاضر. حماده حماده ماما. قوم يا حماده اصحى. حاضر. بس بحب بحب انام وتعمل لانشون في بقي. معلش بحب تعمل لانشون في بقي وانامني. انام شويه باللانشون. لا يا حماده اصحى بقى. وانا انام خمس دقايق بالجبنه. اصحى بقى الله يحرقك. انام خمس دقايق بالجبنه الرومي. اصحى بقى. والنبي تعبان. ربنا ياخدك وارتاح منك. النبي ادعيني في المشوار اللي انا رايحه. ربنا يوقف لك ولد الحلال. اللهم امين. ربنا يخليك. قال له اللانشون ده حلو قوي قوي. حماده وبعدين؟ كتري منه. يلا انا
طب امسكي عشان تزقيني، مش قادر، خليهم معايا، زقيني بيهم. زقيني بيهم. ما تتنيل تتزق بقى. ماما ماما هاتي سندوتشات، هاتي سندوتشات يا ماما، هاتي سندوتشات. حاضر يا حماد. ربنا يخليك لي يا ماما. ربنا يخليك. حاضر يا حماد. ربنا يخليك يا ماما. حاضر يا حماد. طب هتبصي حصلي لي معلومة بالشقة. انا مش قادر، انا هسحب. انا هسحب زي حماده، زي الفدائيين. انا هسحب، انا مش قادر، تعبان يا ماما، سقيني زقي كعب رجلي. يا رب اني ببابك يا رحمة تيتا يا رب، ورحمة جده يا رب، اقف جنبي يا رب. انا ما بعملش حاجه غلط خالص، انا كسلان شويه، بس هبقى نشيط. بس والنبي يا رب، اهم حاجه النهارده ودلوقتي يا رب اكسب ضربه الجزاء دي يا رب. العب غيرها حلو. والله العظيم، والله العظيم انت فقري وقاعد بتنق عليا. اول مره في حياتي اضيع ضربه جزاء. طب يلا كمل لعب، ما تتسربش. ماشي ماشي، بس انا كسلان قوي، مش قادر ادوس على الزرار. مالك؟ انا مش مظبوط، انا مش عارفين بصراحه ولا تتضايقوا. إيه؟ انا جعان والله، جعان. والله جعان. حماده تيجي ناكل؟ انت لسه ما فطرتش لحد دلوقتي؟ مش فاكر، انا فطرت بتاع 3-4 مرات، بس بصراحه ماما النهارده ركزت في حاجات كتير ما اهتمتش بيها قوي. طب خلاص اعزمنا بقى. حاضر، يلا بكلم لنا الراجل بتاعك، صاحبك ده بتاع الحمام، اطلب لنا 10 تجواز حمام. قشطه. وانت كلم بتاع الحمام صاحبك اللي انت تعرفه ده، خليه يجيب لنا 6 جواز حمام. ايوه بقى. طب ما فيش شاورما؟ عينيا، هات سيخ شاورما لحمه وسيخ فراخ. ايه رايك؟ خليهم 3. عينيا، انا هزوده، زوده زوده. اقول لك بقى على حاجه، خلي الوليمه دي بعد الماتش ده لما اكسبك عشان احتفل بالنشوه النصر، عشان طبعا هنضم معاها حلويات بقى، ام علي وشويه بقلاوه. طب وريني نفسك بقى. حلو. اوريك يا لذيذ. انت جريت ريقي. لا بس من غير غدر، اسمع يا ميسي يا جامد. اتفضل يا عم، اتفضل برجلك اليمين، اتفضل. شكرا يا اتفضل يا عروسه. وائل جمعه مين؟ بقول لك يا ميسي، تقول لي وائل جمعه، انت هتضايقني ليه؟ ما ينفعش نبقى معديين من هنا ما اعرفكمش بوالدي يعني. بابا خلي بالك، انا مش عايز غش. اهلا يا حبيبي. استنى شويه، مشغول يا بابا. ايه البقرة اللي انا مخليتها اليوم؟ بابا عايز ايه؟ زفت، مش شايفني مشغول وماشي الناس اللي معاك، مش عايز دوشه في البيت. يا بابا ما يصحش كده، بكلمك ترد عليا. مش فاضي، مش فاضي ارد عليك. غور انت روح يا حاج، هات لي كوبايه ميه، والنبي خليه يجيب لي كوبايه ميه بسرعه. بابا بس عايزك في موضوع مهم كده يعني. لا انت هنخم ولا ايه؟ الله، حاجه هتخش يمين هتلاقي المطبخ، اعملي لي سندوتش جبنه، حطي لي زيتون، ابعت الاولاد. بابا عايز ايه يا زفت؟ هخسر. عينك في عيني لما بكلمك. انت بتبرق لي يا ولد؟ بتبرق لي؟ طيب ثانيه واحده، هفضلك هفضلك. لا مش هينفع كده. ايه ده، انت بتمسكني من معصمي؟ يا نهار، بيمسكني من معصمي. انت بكلمك ترد عليا. مش هرد عليك يا حسام يا ابني، سيبه الله يكون في عونه. شكرا شكرا. سيبه يلعب، الله يكون في عونه. جون 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 جون. طب قسما بالله كلمة تانية وأخسر المحل ده على اللي فيه. لا أنا اللي أقوم أهديك بالجزمة أنت والناس اللي جايبها معاك وهتزقوا. امشي عشان أنا خسرت. أوعى بقى، أوعى بقى، ابعد عني دلوقتي. يا بابا يا بابا، قوم اتعرف بالناس. ناس مين يا ابني؟ تعالى خد، أنت عامل لي فيها 7 رجالة وتخلي صوتك. إيه ده؟ ده أبوك ده هايف وعيل. إيه ده؟ أنت بقى اللي حبيعك ده مبسوط على الكلام الفارغ ده؟ لحظة، هو أكون فاكر إن أنا قاعد بلعب وتعبان وجعان ومش مركز، انت قلت ايه؟ انا هايف؟ انا بقول له ان ابوك عيل وهايف ودافع. والله لا يا بابا، اخرج دلوقتي. ثانيه يا بابا، كان هو هايف انت قليل ادب يعني. دلوقتي بترد عليه دلوقتي؟ حضرتك بتشتغل ايه؟ انا؟ ايوه. هو عارف، هو عارف. تبقى هايف. حضرتك بتعرف تلعب بلاي ستيشن؟ طبعا بتعرف. كذاب كذاب، شكلك تافه ومالكش في البلاي ستيشن. دي لعبه عيال صغيره يا استاذ. انا عيل، بس انت اعيل وامشي عشان ما هزقكش. خد الراجل ده بره. مفيش جواز، معلش. مفيش جواز خالص. احنا اساسا ما نشربش. انت راجل عيل. امشي يا راجل، انت راجل عيل. تعالى لي، تعالى لي، عشان انت بتستفزني. اضربه ولا اكمل الماتش؟ لا انا هكمل الماتش. انا بحترمك يا شيخ حسام. يلا امشي من هنا، امشي من هنا. معلش يا عم، انت راجل عيل. طب اتفضل، قلت عيل تاني. امشي من هنا. يا الهي، خلاص خلاص يا بابا، خلاص معلش يا عم. استنى، انا عايز اعتذر لك على حاجه. اوعى انت، تعالى امشي من هنا. مبسوط؟ امشي من هنا، امشي من هنا. معلش يا عم، تعالى تعالى تعالى. انت العروسه؟ تعالي حبيبتي، تعالي تعالي. ازاي تتجوزي ابن التافه ده؟ ده انت لو جيتي لي من كام سنه كنت دفعت فيكي اكتر من ابن التافه اللي هيدفعه. انت بتعملي ايه هنا؟ قوم يلا معايا، قوم بره. هنبعت هنبعت، امشي دلوقتي يا حاج لو سمحت، امشي اطلع بره بيتي. يا حسام، ايه ابوك المجنون ده؟ تعرفتي على الواد فين؟ في الشارع. في الشارع؟ ما انا قلت انت شكلك بنت شوارع، انت شكلك بنت شوارع. مش كل ما اجيب حاجه تشبط فيها يعني، ما ينفعش كده. هي اللي جت لزقتي، هي اللي لزقتي. ايه اللي في ايديكي ده؟
انت كمان بتشبطي. خد يا ماما بنت رزق. العب يا ماما. خد بص قعدت من غير ما حد يعزمها. العب بص دي بقى استنياني رجعت لك وانا فايق. لا 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 بص دي بص دي حلو كوبري ده يا معلم. يا ابن اللذينة انا جعان. فين الاكل؟ شوف لي فاكهه. طيب شوف لي فاكهه. ايه ده ايه ده ايه الكآبة دي؟ بيت كئيب لي كده؟ قص عليك يا ماما. بصراحه ماما مزعلاني قوي. ماما بتعملش معايا اي حاجه تبهجني في حياتي بصراحه. مزعلاني. اهدى بس يا حبيبي. اهدى ايه وبتاع ايه؟ مش كفايه ان انا فتحت اكره الباب لوحدي؟ هدوس كمان على كبس النور. والله ما انا دايس. وايه الزروات اللي على؟ شوف الترابيزه مليانه ايه؟ تورته وجاتو. طبعا ماما هي واصحابها يجوا يقعدوا ياكلوا ويزروتوا البيت. انا بصراحه بكره اصحاب ماما جدا، سواء رجاله ولا ستات، كلهم استغلاليين. طنط كريمه دي بتيجي تسرق من عندنا الاكل من الثلاجه من غير وراها، من ورا ماما. والله مش عايز اقول لها بصراحه بقى. يا ساتر. ولا طنط سناء حراميه، هي كمان حراميه وبتستغل ماما. ونرجس. نرجس كلكم ونرجس كوم. ايه ده القرف ده يا سادة؟ انا زهقت منهم. حتى الناس اللي بتشتغل عندنا في البيت ولا حد بيساعدني، لا الطباخ ولا السواق، كلهم ناس رخمه وبكرههم. ما حدش بيساعدني خالص. انا زهقت من كل الناس دي وزهقت منكم بصراحه. انا بكرهكم. والله بكره اصحابي، بكره الناس كلها. ما حدش بيعمل لي اي حاجه خالص. دي حاجه تقرف بصراحه. ايه ده؟ واضح ان هم عاملين لي مفاجاه عيد ميلاد. ازيك يا انكل؟ ميرسي على المفاجاه. هم قرفانين مني ليه؟ وانا قلت حاجه عليهم؟ انا مقرفه؟ انا قلت كده. انا هوريك. انا قلت كده. انا قلت كده. في ايه يا جماعه؟ مش مبسوطين ليه؟ هو الكلام ده برضه ليا انا كده؟ ايه ده؟ انا ما قلتش حاجه على حضرتك يا حضرتك. انت قلت لي على اي حاجه؟ ايه له ليه؟ ايه ده اللي بتعمله ده؟ انا ما عملتلهاش حاجه عشان تعملي كده. امال في ايه؟ الناس مالها متضايقه مني ليه؟ وانت كمان باصص لي ليه كده؟ الله الله الله. وانت كمان ده انتوا اعز اصحابي. هو في ايه يا جماعه؟ احضروا عيد ميلادي. ربنا يخليك يا ماما على المفاجاه. ايه فين ماما؟ ماما ماما ربنا يخليك على المفاجاه يا ماما. يخليني ايه يا حماده؟ كده بتهزق الضيوف وتهزق صحابك. انت ايه؟ ما بتحسش على دمك خالص؟ انا يا ماما انا ده انا مبسوط بالمفاجاه. مبسوط ازاي؟ مالك يا ماما؟ عندك ايه يا ماما؟ مالك في ايه؟ مش عارف. انت هتموتي ولا ايه يا ماما؟ تقريبا. طب انزلي لوحدك عشان لو وقعت مش هقدر اقف. مش هلاقي حد يوقفني. على مهلك. سلامة. تشاهدي يا ماما. تشاهدي. مع السلامة. الله ناس طيبين قوي. هابي بيرثدي يا حمادة. هابي بيرثدي تو. اوف مش قادر انفخ. بس الحمد لله البروتة حلوة. بس عشان شوية بقى ننسى. عايز حاجة يا ماما؟ طب شكلها نيمت أو ماتت. صباح الخير. ماما ماما فين البطاطس المحمرة بتاعتك يا ماما؟ فين المقلبية؟ فين الرز بلبن؟ الله يرحمك يا ماما. إيه ده؟ أنا جعان أوي. سوري يا ماما أنا جعان أوي. أنا مكسر لي كده. ماما شوفيني يا ماما. شوفيني يا ماما وأنا نشيط. شوفيني وأنا نشيط يا ماما. افرحي بيا. بقيت نشيط. بقيت سوري يا ماما. أريح شوية. أريح شوية. أوه ماما 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 أنا جعان يا ماما. جعان ماما. أعمل إيه؟ أعمل إيه؟ أوه. إيه ده؟ بعتي لي أكل يا ماما. ربنا يخليك يا حبيبتي. أنا حاسس إن أنت معايا وحواليا. سوري يا ماما. هضرب سندوتش وبعد كده أغازل فيك شوية وأحبك شوية. الأكل طعم وحش من غيرك يا ماما. يمكن عشان ما فيهوش زيتون. ما فيهوش زيتون. ماما اعمل ايه؟ انا خلاص تعبت. بقى لي ساعه بقول يا ماما. الله كوارع يا ماما. كوارع كوارع يا ماما. كوارع كوارع. يح يح سخن قوي. فينك يا ماما؟ كنت بتبرديها. كنت بتبرديها وتفصصيها وتحطها لي في معدتي جوه. هعمل ايه؟ انا كنت بعمل ايه وانا معاكي في لحظه زي دي؟ كنت بنام. طب منين؟ صباح الخير يا حب يا امي يا احلى ام. نفسي ابوس صورتك بس مش قادر اجيلك. مش قادر. ولا اجيبها؟ اجيبها معلش. كفايه يا ماما كفايه. القلبه تقيل قوي. ماما تصبح على خير. انت يا ولا انت يا زفت.
وحياة أمك وحياة أمك، ما أنا أخليك البيت أعمل فيك إيه؟ أعمل فيك إيه يا أخي؟ أنت إيه؟ أنت بلوى؟ أنت ما بتحسش؟ طول النهار ماسك مفك قاعد تخور لي في الحاجات لغاية ما هتخليها تبوظ، كل الحاجات دي باظت، أنت إيه يا أخي؟ معلش يا بابا مش هعمل كده تاني خلاص. وديني وما أعبد، لو عينت أشوفك تاني ماسك مفك ولا ماسك جهاز تاني أنا هرميك في الشارع، أنت فاهم؟ لا من ناحية دي اطمن. اطمن؟ اطمن على إيه؟ لأن مفيش ولا جهاز باقي علشان أبوظه، كله باظ بصراحة. كله باظ؟ يخرب بيت شيطانك، أعمل لك إيه؟ الكاسيت باظ، والسخان باظ، والمروحة باظت. امال ايه تاني؟ ايه تاني بوظته؟ قولي الوكمان. الوكمان؟ عملت فيه ايه الوكمان؟ صراحة ما عرفتش، كسره فرميته في الزبالة. رميته في الزبالة؟ أعمل فيك ايه؟ أعمل فيك ايه؟ أنت عايز تموتني؟ أنت عايز تموتني وتجيب أجلي؟ شر عنك يا بابا بعد الشر. حبيبي يا ابني، حبيبي يا ابني. طب هو ينفع نص جنيه أشتري مصاصة؟ نص جنيه في عينك؟ مصاصة تقلة تقلة. أنت لازم تترمى في الشارع، عارف ليه؟ عشان تعرف قيمة البيت، عشان تحافظ عليه وتعيش فيه كويس، أنت فاهم؟ لا والنبي يا بابا، حتى ده أنا عندي 8 سنين، يعني خليني أقعد سنة كمان. أنت عايزني أستحملك سنة كمان؟ أنت هبل ولا مجنون؟ عشان السنة الجاية أجي ألاقيك شايل لي حلقان البيبان وتقول لي حلقان البيبان باظت؟ هو حلقان البيبان أغلى مني؟ آه طبعًا، لأنها خشب زان، أنت فاكرها إيه؟ خشب مسكي؟ بقول لك إيه؟ اطلع بره. اطلع بره. طب اصلح لك الغساله واقعد. بقول لك ايه يا عبد العزيز، انا عايز اقول لك حاجه يا ابني، العلاقه اللي بينا انتهت، ما عادش في عيشه بينا، لان كفايه قوي اني استحملتك 8 سنين متواصل. 8 سنين متواصل؟ ايوه 8 سنين متواصل. وانا ابنك ولا بشتغل عندك؟ بعدين ده انت نسيتني بدري بدري. يا ابني اسمعني يا ابني، انت من يوم مامك ما ماتت وهي دبستك فين؟ اعمل فيك ايه؟ بقالي 8 سنين قاعد الف على حوالين نفسي في البيت بسببك، امال لو قعدت 12 سنه هتعمل فيا ايه؟ بقول لك ايه؟ اتفضل اطلع بره، وانت ما ينفعكش الا الشارع يا عبد العزيز، انت فاهم؟ يلا الشارع يا عبد العزيز. طب انا عايز النص جنيه بتاع المصاصه. اوت اوت اوت. انت جبتها منين دي يا بابا؟ انا بقول لك اوت اوت. ده انت بتشتغل كونسرت. عموما نو بروبلم نو بروبلم. امشي يلا اطلع بره. بابا. نعم نعم يا حبيبي. نص جنيه بتاع المصاصه. امشي يا ابني. اعمل ايه بس يا رب بعد اللي ابويا عمله معايا؟ انا عايز اشتري مصاصه. انا حاسس وهي ساعتين ثلاثه كده وهيعطف عليا. مش معقوله يعني اب هيسيب ابنه وهو لحمه طريه زي. كده تمام تمام تمام. ايه ده انا جعان قوي. ايه ده يا ست نجوان؟ ست نجوان ست. أيوة نجوان. ايوه ست نجوان. ها فين الاكل اللي قلت لي هتعملوه؟ حاضر حاضر 10 دقايق. ربنا يخليك ست نجوان. ست أيوة نجوان. ايوه ست نجوان. اه النبي حط لي مخلل وترش عشان بحبه معاك. حاضر عينيا. حاضر ست نجوان. ست نجوان ست نجوان. نبي العيش قمريه شويه بس على اللي بحبه متسخن ده. الله يخليك ست نجوان. ست نجوان. أيوة. ست نجوان. والنبي ربع رغيف بس عشان انا عامل دايت. شكرا. تجيبيش كتير يعني. شكرا. الحمد لله الحمد لله. ابله سلوى ابله سلوى ابله سلوى. ايوه ايوه. فين صينيه الكنافه اللي قلت لي هتعملها لي؟ اه 5 دقايق وهحضرها لك. حاضر. ربنا يخليك. ابله سلوى ابله سلوى ابله سلوى. ايوه عايز ايه؟ النبي لو سمحتي زودي العسل شويه عشان بحب العسل كتير على الكنافه. طيب يا اخويا حاضر. شكرا قوي. قبل سلوى قبل سلوى يهو قبل سلوى. في ايه؟ والنبي اقطعها لي حته من اخر الصينيه المقرمشه دي عشان بحبها. ماشي. شكرا قوي. حاضر. قبل سلوى قبل سلوى. في ايه؟ ما انا واقفه اهو. النبي بعتي لي معاه ميه عشان ساعات العسل بيحشرك في زوري من الكنافه. حاضر حاضر يا اخويا حاضر. شكرا قوي شكرا قوي. عم بيرم عم بيرم. ايوه يا ابني بيرم. ايوه يا ابني.
بتعمل ايه؟ بتكوين القميص بتاعي ولا نسيت عم بيرم؟ بكوين القميص ونازل اهو. ربنا يخليك، شكرا يا عم بيرم. العفو. الله يخليك. عم بيرم، عم بيرم، عم بيرم. النبي انا بص يعني وانت بتكوي حط بودره عشان ممكن يتلسع ولا حاجه. احط بودره؟ حاضر. شكرا. حاضر. عم بيرم، عم بيرم. النبي يعني خلي بالك التطبيقه بس ما تنعكشوش. الله يخليك. ما انا داخلك من هنا اهو يا ابني. شكرا يا عم بيرم، شكرا. عم بيرم، عم بيرم. وانت بتبخ والنبي ما تبخش ميه كتير عشان ساعات القميص بيطلع مندي كده. حاضر حاضر. شكرا. حاضر. حاضر. شكرا. ربنا يخليك، ربنا يخليك. ايه ده؟ ابويا اتاخر ليه كده؟ ده اتاخر دلوقتي فوق ال 15 سنه. ملوش حجه، لا مواصلات تعمل كده ولا الزحمه ولا اي حاجه. عم بيرب، عم بيرب، عم بيرب. القميص وصل ومتشكر قوي. العفو. ربنا يخليك عم بيرب، ربنا يخليك. متشكر قوي. ابويا فين؟ كل ده تاخير 15 سنه. بابا 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 بابا. السلام عليكم عمنا. عايز اروح شارع عبد العزيز. هو ده شارع عبد العزيز. عايز نمرة 15 قدام. شكرا. يا رب بارك في البضاعة الصيني 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 الصيني. يا رب ولا ماركة تانية تتباع إلا الصيني 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 الصيني. يا رب المخازن مرطرطه بضاعه كلها صيني 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 صيني. حبيبي 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 حبيبي. مساء الخير. مساء الخير. ايه يا جوده مش فاهم؟ مش كذا مره بتيجي تلاقيني اعمل الطقوس الصيني عشان البضاعه تتباع؟ ادعي معايا يا رب بيع لنا كل البضاعه الصيني 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 الصيني. كل الماركات تقف الا الصيني 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 الصيني. بس ما تدعيش ما تدعيش. صيني صيني صيني. ايه اللي جرى النهارده؟ اللي جرى يا جوده؟ مفيش اي حد دخل علينا لا بتلاجه ولا بغساله ولا بمكوى ولا ميكروويف. هو في ايه؟ لا مفيش مفيش. احنا اتحسدنا. اتحسدنا؟ لا احنا ما اتحسدناش. انا عارف دي مؤامره دنيئه لكل اللي بيتاجروا في الادوات الكهربائيه. انا عارف. انت عارف يا واد يا جوده، انا اتولدت في الشارع ده. اول جهاز فكيته وبوظته وصلحته كان هنا في الشارع ده. اول مره اتقبض عليا يعملوا لي محضر واتضرب على قفايا كان في الشارع ده. وبعد كده كلهم اول ما لقوا الشارع حاله ماشي جم فتحوا وعملوا فيها معلمين وفتحوا محلات. لا بس في الاخر في الاخر لا يصح الا الصحيح. لا يصح الا ما تشوف حاجه تخرج من التوريطه بتاعت السين، اي حاجه بنفس المعنى. خلاص لا يحق الا الحقيق. لا يحق الا الحقيق. ما تكلمش يا بصراحه. بصراحه قد بحن بتحن بتحن للزفت. بقول لك ايه، انا حاسس ان احنا في حد يعني بيحاربنا، بس مش مشكله، احنا ان شاء الله ربنا هيكرمنا بإذن الله وكل البضاعة اللي عندنا هتتباع. اللي هي البضاعة ايه؟ السين سين 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 سين. يا رب بارك في البضاعة. سين 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 سين. يا فاشل يا عرة الكهربائية. تفتكر الشتيمة دي مين يا واد؟ ومين هو عرة الكهربائية؟ لا مش احنا مش احنا، ده محل من المحلات أكيد بوظ لها الجهاز، ما أنت عارفهم نصابين. أيوة وفشلة ومتأخرين، بس احنا مالناش دعوة، احنا بتوع ايه؟ سيني 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 سيني. يا رب خلي اه يا نصاب يا فاشل واديني ما انا سايباك. انا ولا انت؟ ايه ده ايه ده الكلام ده ليه انا؟ لا يا مدام انت غلطانه في العنوان، غلطانه. انا لا فاشل ولا صايع. انا ايه اللي حصل؟ ايه اللي جرى؟ ده انت فاشل و60 فاشل كمان. يا جماعه انتوا ليه دايما تكفوا لي الناس تقول عليا فاشل مع اني اهم من كده بكتير؟ هو انت في افشل منك؟ ليه انا عملت لك ايه؟ الشاكوسي بتاعي لسه بايظ. ايه؟ الشاكوسي بتاعي. ايه ده؟ دي انا فاكرها غلطت اول مره. الشاكوسي بتاعك حضرتك ما اسموش شاكوسي، ده مش موضوعنا، انا مش هربيك من اول وجديد، لكن 100 مره قلت لك ان الشاكوسي مش نافع مع السباكه اللي عند حضرتك في الحمام، وانت مقاوحه. اعمل ايه؟ وانت مالك انت؟ انت مالك؟ لا اله الا الله يا ستي يا ستي. وبعدين مش لازم شاكوسي، يعني ايه عايزه انعاره؟ ما تتنيله في اي دش وخلاص. انا مش فاهمك بصراحه. فلوسي واديني محاسيبك. يا لهوي انت صوتيني ليه؟ يا خرابي في ايه يا ولاد؟ يا نصاب هو انا بوظت لك ايه؟ الشاكوسي. لا ده واضح ان هي بتحب الجمله كده، فاهمني؟ هي مش عايزاه تستحمى فيها، هي بتحب تقول اسمه غلط. اجربها لك؟ اجربها لك. بص يا مدام، بص يا مدام، احنا اول حاجه هننقذ الموضوع، حنفيه السخن هنوزيها مع التاني عشان الاثنين يوصلوا لايه؟ للشاكوسي. شفت؟ شفت هي؟ الله 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 الله. ايه يا ابو عزيزه فاشل؟ عامل قلق ليه انت والتعويذه اللي معاك؟ هو كل يوم خناقه ولا ايه؟ صبح وظهر وليل وبين الوجبات في ايه؟ يا ساده ظريف وانت مالك؟ ايه اللي دخل علينا ده؟ بتاع التلاجه اللي في المحل اللي جنبينا. صدق بالميل يالا، عايز ايه؟ وانت يا حلو انا مش قلت لك تعليلي من الاول؟ رايح العب عزيز الفاشل؟ يا
ده هيسرق الزبون يا نهار اسود. لو سمحت لو سمحت الزبونه دي بتاعتي. لا بقول لك ايه، احنا نروح بقى على الاسم والظابط مش هيدوا على الكلام ده. قبل الاسم اثبت لك ان الزبونه دي بتاعتي وبقى انا بتعامل معاها. اوعى ايدك، مش حضرتك تتعاملنا مع بعض وبالاماره بوصل لك حاجه مهمه في عندكم اسمها ايه؟ الشاكوس. سمعت انا بوصل لك الشاكوس؟ اه والله انا مش رايح اسم لان في حاجه مهمه قوي. انا مستني ابويا بقى لي 31 سنه، المفروض انا مشيت وهو جه في الثانيه دي اعمل ايه؟ ابوك بقى يا حبيبي لما يجي يبقى يجي يضمنك من الاسم ان شاء الله. طب يرضيكي بعد العمر ده كله يجي اول حاجه يعملها يضمني في الاسم، وكل ده عشان ايه؟ وانا بوظت لك حاجه؟ بوظت لك ايه؟ ايوه الشاكوس بتاعي، حرام عليك. عشان انت بتضحك على ايه؟ انا مش رايح الاسم، واللي عندكم اعملوه. لا هنروح الاسم. هنروح الاسم؟ مش رايح الاسم؟ اه. طب واديني اللي لبسك قضيه تحرش وجيرانك هم واقفين وشاهدين، شاهدين ولا مش شاهدين؟ اه تحرش. انا اتحرشت بيها؟ اه خلاص طالما اتحرش التحرش بقضيه اتحرش بقى بيها. اه ما تحترم الرجاله اللي واقفه. انت راجل واحد، انت بتكتر نفسك ليه؟ انا هاجي معاكم واللي عندكم تعملوه. يلا. انا عارف انا مين والشارع ده كله يعرف انا مين. ولا اعمل التعويذه عشان الرزق يمشي اه لحد ما اجيلك. اتفضل على الاسم. بس قبل ما نمشي النبي انا بوظت لك حاجه. الشاكوسي. الشاكوسي. يلا يلا رامي. يايب يايب احفظ المحل اللي كله السين 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 السين. سلام يا فندم. نعم يا باشا. يا باشا الراجل ده بوظ لي الشاكوسي. بوظ لك ايه؟ بوظ لي الشاكوسي. شاكوسي؟ ده فندم ست مختلف يا فندم، في حاجه اسمها اصلا اسمها شاكوسي حضرتك. دي ست انا اكتشفت ان هي اللي عندها حمام ولا بيت اصلا، ومهموسه مهووسه بموضوع الشاكوسي ده، والراجل ده كذاب وبيقول شاهد على اي حاجه وهو ما بيشهدش في الحقيقه ابدا. انا مظلوم حضرتك، مفيش اصلا قضيه. وبعدين الجو دوت انا لا صيني ولا حاجه، انا راجل عادي بس انا بشتغل في المنتجات الصيني مش اكتر يا فندم. ده عبد العزيز اشهر واحد في البلد بيبوظ الاجهزه. انت عبد العزيز اللي بتبوظ الاجهزه؟ لا وبعرف اصلحها يا فندم. سمعتي سمعتي بصلح. اتفضل يا عبد العزيز اتفضل. ايه هو ده؟ اوعي هتشوف دلوقتي ايه هو ده. ده ايه اصله ده؟ اتكلم بقى مع الضابط. تحت امرك يا فندم. اسمعني كويس يا عبد العزيز. تحت امرك يا فندم. انا العقيد سمير عبد الحميد، ضابط في جهاز حساس في الدوله، واحنا عايزينك في مهمه رسميه وخطيره جدا جدا جدا. اهلا بيك. اهلا بيك. اتفضل يا عبد العزيز. اقعد يا عبد العزيز. ربنا يخليك. بص يا عبد العزيز، ايوه احنا اكتشفنا جهاز تجسس خطير جدا مزروع هنا وعايزين يتجسسوا علينا، واحنا اكتشفناه بصعوبه بالغه وعايزين نبوظه. حضرتك انت بتهني بسمعتي، انا راجل بصلح وراجل اسطف. شوف ايه بيبوظ يا فندم؟ انا عمري ما بوظت حاجه. يا عبد العزيز هم لسه بيسمعونا لغايه دلوقتي وبيشوفونا من خلال الجهاز ده. حضرتك انا لو بوظته تشهد لي ان انا بعرف اصلح عشان اكل عيش ما يقفش. حاضر يا عبد. ربنا يخليك. اتفضل يا عبد العزيز. اكيد حضرتك سمعت عني واللي وصل لك السمعه حاقد وقال لك بيبوظ، بس انا بذمتك ببوظ حاجه؟ اه بتبوظ. ببوظ ايه؟ بوظت لي الشاكوس. الله يقطعك انت والزفت بتاعك. اهدى شويه يا ماما. يلا يا عبد العزيز. يعني انا بوظ يا فندم؟ طبعا يا عبد العزيز، عايزين نخربه يا عبد العزيز. حالا حالا. شربه لنا يا عبد العزيز. بس اديني شهاده من الداخليه ان انا اسطى وبعرف اصلح عشان سمعتي. عبد العزيز. ربنا يخليك. اتفضل يا عبد العزيز. طب يلا. ممكن شويه تشجيع عشان ابوظه؟ حاضر عينيا الاثنين. يلا بوظه يا سافل. يلا. يلا يا فاشل. بوظه يا غبي. بوظه يا عبد العزيز. يا عبد العزيز يا غبي. بوظ الجهاز. يا جماعه يا جماعه اهدوا. يعني التبويظ ده الطريقه ديت بتاعه التشجيع السلبيه انا ممكن اطوره اكتر. انتوا لو قلتوا لي صلحوا صلحوا لوحدي هبوظ. انا عبد العزيز هنشجعك تشجيع ايجابي. صلحوا يا عظيم، صلحوا يا عبقري، يلا يا نبي. صلحوا يا كبير. وصلت لايه يا عبد العزيز؟ وصلت لايه يا عبد العزيز؟ ها يلا يا صلحوا صلحوا يا عظيم. انت نبغى يا عبد العزيز. انت نبغى. الجهاز باظ يا فندم. جهاز باظ. خد مني مجهود رهيب رهيب رهيب. الحمد لله الحمد لله. دي موهبه من عند ربنا حضرتك، يعني انا بشكر ربنا عليها. بس والنبي ما يعني تاخدنيش في بالك ان انا مبوظاتي بس. الحمد لله. ربنا يخليك. متشكرين جدا جدا يا عبد العزيز، وعمرنا ما هننسى جمايلك دي في تبويظ اي جهاز في البلد. اي حاجه حضرتك محتاجها في البيت في الشغل انا احسن واحد بشتغل في الاجهزه ومعروف عني ده. عينيا يا عبد العزيز. ربنا يخليك. بتؤمر انا ليه عند حضرتك طلب؟ اتفضل يا عبد العزيز. انا ليه جار تاجر بيغلس عليا وبيسرق من الزباين، مش ده غلط يا فندم؟ طبعا. ولو قلت لحضرتك عليه مش ممكن حضرتك تتحفظ عليه فورا؟ اهو الراجل ده. الراجل ده علي. يلا بره ده من هنا. يلا 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 يا حبيبي. يا باشا انا كمان بعرف ابوظ. يلا يا بابا. يلا يا فندم. يلا يلا غرف داهيه. امرني يا عبد العزيز. انت مضايقني في الشارع ومضايق عليا ومضايق عليا رزقي. اعتبره مش موجود يا حبيبي. ربنا يخليك يا فندم. حاجه ثانيه معلش. عيني. انا ظهرت في حياتي فجاه كده واحده ست كانت عنك مجنونه. عاوز مجنونه متخيله انها عندها جاكوزي كويس، وهي من يعني واضح انها يعني غلبانه فمجنون. شاكوزي الشاكوزي هي هبله في النهايه. ايوه. وكل شويه تجيلي تتهمني ان انا رحت بيتها وبوظت لها الشاكوزي. فبعد اذن حضرتك ارحمني منها. قول لي القعده. بصها انا هثبت لك.
هو انا بوظت لك ايه يا مدام؟ الشاكوزي. شوفي الشاكوزي. لا حجزوا الست دي هنا لو سمحتوا. يلا قول لها انتوا عندكم جوه عندهم شاكوزي جوه تنبسطي. يلا هتبقي في شاكوزي هنا يلا. عندنا يلا حضرتك اتفضلي حجزوها عندنا. يلا حجزوا زغراتي للشاكوزي. يلا مع السلامه يا عبد العزيز. فن ربنا يا عبد العزيز. عندي سلامه يا عبد العزيز. شكرا. الله يخليك. محمد هنيدي النهارده منورنا ونجاح ساحق لفيلم شعبان مبروك ابو العالمين حموده. تقول ايه للجمهور اللي جوه كله؟ ميرسي الاول يا انجي. بقول طبعا للجمهور يعني كلنا، اذا كنت انا او وائل احسان او الاستاذ يوسف معاطي او شركه الانتاج، كلنا تعبنا على الفيلم دوت عشان خاطر الجمهور، فرد الفعل الحمد لله الحمد لله. اول تعامل مع الكاتب يوسف معاطي، هنشوفك قريب تاني معاه؟ الحقيقه للاسف يعني انه اول مره، بس ان شاء الله بعد كده في اعمال باذن الله تكون مفاجاه باذن الله. محمد هنيدي النهارده بتفكر تعمل جزء تاني للفيلم بعد النجاح الكبير قوي اللي شفناه؟ والله احنا فكرنا في جزء تاني، بس الحقيقه في فكره جديده طلعت وان شاء الله تنفذ قريب، وهو نتحول لمسلسل باذن الله. مسلسل ان شاء الله. اشمعنى مسلسل؟ هيديكي وقت او يدي الاستاذ يوسف معاطي براح يتكلم في مواضيع كتير في المجتمع، فاهماني، شخصيات اكتر، وان شاء الله يبقى مفاجاه مش عايز احرقه. شعبان مبروك ابو العالمين حموده، اسم الفيلم طويل قوي. ما هو اسم طويل عشان بطل الفيلم قصير، احنا بنقول للناس كده، لكن هو اسم، هو كان جريء شويه، جربناه على الناس، في ناس انبسطت وناس استغربت، ولكن الناس استوعبته الحمد لله. عايزه اهنيك تهنئه خاصه مني ومن كل الجمهور اللي موجود، وبنقول لك الف مبروك على فيلم شعبان مبروك ابو العالمين حموده. شكرا للنجم محمد هنيدي الحقيقه يا جماعه، حقيقي جامد. شكرا. ميرسي. برافو. ومعانا كمان دلوقتي المخرج وائل احسان، اتفضل. مبروك على الفيلم جدا. الله. طيب لو سألتك محمد هنيدي إيه اللي بيميزه عن بقية جيله؟ لا، كل ممثل له مميزات، ومميزات هنيدي كمان وشه البشوش. طيب عموما أنا بشكرك جدا جدا بجد على وجودك معانا النهاردة، والعرض الخاص جدا لفيلم شعبان مبروك أبو العالمين حمودة. بشكر جدا المخرج وائل إحسان، واستنونا أكيد وعروض خاصة تانية، عروض خاصة جدا جدا، والنهاردة كنا مع فيلم شعبان مبروك أبو العالمين حمودة. اهلا يا استاذ يوسف، ازي حضرتك؟ موجود يا فندم. الاستاذ يوسف معطي يا استاذ. يا جو، ازيك يا حبيبي؟ وحشني. التصوير ماشي تمام الحمد لله. ايه؟ تتكلم بجد؟ دي فكره تحفه. عايز تعمل شعبان مبروك ابو العالمين حموده مسرح؟ الله عليك. وكده يا معلم ان عملناها ثلاثه، الفيلم والمسلسل والمسرح. انا موافق جدا، توكل على الله. اتفضل قدامي. ايه ده؟ ثانية. يا استاذ يوسف، استاذ يوسف بقفل. يوسف معاطي المتهم الأول. المتهم الأول؟ خير يا فندم، في إيه؟ إحنا شرطة الأجزاء. شرطة إيه؟ الأجزاء. أنا مش فاهم حاجة، يعني إيه شرطة أجزاء؟ بعدين، اتفضل. اتفضل فين يا فندم؟ في إيه؟ امشي. إيه يا جودة اللي بيحصل؟ يا أستاذ أقول لك محامي؟ تقومني محامي وأنا حرامي فراخ يا جودة، كلم النقابة. امشي. إيه ده؟ يا فندم في إيه يا فندم؟ مش فاهم حاجة. بعدين امشي. يا نهار اسود يا جماعه، انا ممثل مش ارهابي. قدامي. امشي. ايه الاوفر ده يا فندم؟ انا ابتديت اخاف. انا قلت قدامي يعني قدامي. امشي. امشي اروح فين؟ ايه ده؟ لا سوري يا حضره الضابط، لو تكرمت انا بس مش فاهم انا هنا بعمل ايه، ايه المكان ده؟ اخرس، انت لسه شفت حاجه؟ قدامي. هشوف ليه يا فندم حاجه؟ انا راجل ممثل وليه نقابه، وبعدين انا ما غلطتش في التمثيل، كل اللي قلته انا الاستاذ شعبان مبروك ابو العالمين حموده، يعني ما غلطتش في حد. وسالت قالوا لي ان هنا قسم الاجزاء، يعني ايه؟ قالوا لي بيقبضوا على الممثلين اللي بتعمل كذا جزء. ليه يا فندم؟ بعدين. لا مش بعدين، استاذ اسماعيل ياسين عمل اجزاء ما حدش كلمه. امشي. حاضر. انا مستغرب بصراحه. ايه ده يا استاذ صلاح السعداني صورته هنا ليه؟ ايه ده، انتوا قابضين عليه يا فندم؟ يا نهار اسود. استاذ صلاح سلامتك، انا عرفت، انا فهمت، يمكن عشان حضرتك عملت ليالي الحلميه ثلاث اجزاء. طب ما الاستاذ يحيى الفخراني كان معاك، ما بقبضوش عليه ليه؟ لازم نعمل مظاهره يا استاذ صلاح، ده موضوع عجيب. كان عامل ثلاث اجزاء اهو. بعدين. انا بس بعدين. يعني بحاول افهم، انا مش مية. حاجه عجيبه بصراحه. ايه ده؟ استاذ نور الشريف كمان؟ ايه ده؟ يا نهار اسود، استاذ نور حضرتك ماسكينك ليه؟
فيلم حبيبي دايما كان جزء واحد. صح، يبقى عشان مسلسل الدالي عملته كذا جزء. احنا مش لازم نسكت يا استاذ نور بصراحه، ما يموتونا ما نمثلش بقى. صح ولا انا عايز افهم بس، يعني الجهه اللي بنتعامل معاها دلوقتي تبع وزاره الداخليه ولا تبع معهد فنون مسرحيه؟ انت هتتجنن بعدين. هتتجنن يا فندم، حضرتك ما ينفعش كده، انا ليه محامي. طب حد يتصل باشرف عباقي. الله، لا كلموا لي اشرف عباقي يا جماعه. خش. ايه ده ايه ده ايه ده؟ ارحموني. يا ساتر يا رب. انا مظلوم. ده مين ده؟ مظلوم ده الاستاذ محمود المليجي. بلي. لا لا. ارحموني انا مظلوم، انا بلي. عم حسن حسني. طبعا يا ريس، ما انت ما شاء الله عملت اجزاء كتير، لازم يقبضوا عليك. طب ولع النور. حاضر. يا خبر ابيض، الاستاذ غسان مطر. سلامتك يا استاذ غسان. انت مين؟ انت مش عارفني يا ريس؟ انا محمد هنيدي اللي عملت معاك فيلم امير البحار. الله، يبقى افتكرتني. محمد هنيدي وغلاوتك عندي انا اتروق. الف سلامة. الف سلامة عليك يا ريس، سلامتك. طب وجابينك ليه انت؟ اللي عملت فيلم اجزاء ولا مسلسل اجزاء؟ جاي في ايه يا ريس؟ شياطين البحر. فيلم شياطين البحر بتاع زمان؟ ليه؟ ايه اللي حصل فيه؟ انا الكافتيريا. قضيت كافتيريا؟ كافتيريا، قضيت كافتيريا. كنت اعزم الشباب اللي معايا الممثلين محمد عوض ويوسف فخر الدين وحسن يوسف. اسقيهم واطعميهم على حسابي. خدت بالك؟ وبعد كده خدت لوح شوكولاته بالبندق. وجوزتين. روقت نفسك يعني؟ روقتهم وروقت نفسي. طبعا. فطبعا قالوا لي ايه ده؟ ايه ده؟ دي اموال الدوله. وانت ما دفعتش يا ريس؟ لا، ما حسبتش البوفيه. معلش يا ريس، يعني الحق حق بصراحة، الجماعة عندهم حق. يعني فيلم إنتاج الدولة ماشي، بس ما تقعدش أنت تعمل فيه أبو علي وتعزم محمد عوض. إزاي؟ ما أنا عزمتك أنت. أنت عزمتني، عملت معاك فيلم أمير البحار، ما جبتليش فنجان قهوة. يا راجل، أنا اللي طعميتك في القهوة. أنت طعميتي؟ لا سوري، مش قادر أتعاطف معاك يا عم غسان. أنا آسف. يا سجان يا سجان. هتعمل إيه؟ همشي وأسيبك، أنا اتخنقت، أنا فاكر مظلوم. يا راجل صلي على النبي. خدني من هنا، عامل لي فيها فييس قوي، ولا جبت لنا شاي في الفيلم. يلا يا راجل حرة. والله ما قاعد معاه. سلام عليكم يا عم. إيدي سلم لي على إلهام شهيد، قول لهم يرحموني. اهلا 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 بفنان. الله يخليك. اهلا وسهلا. ازي حضرتك يا فندم؟ ربنا يخليك. اتفضل. شكرا يا فندم. لا لا والله، اتفضل على كرسيك. لا ما يصحش يا فندم. لا لا، ازاي؟ اتفضل. متشكر. اهلا وسهلا. اهلا اهلا. شكرا يا فندم. معلش انا اسف. تحت امرك. طلب اخوي. تحت امرك. بنتي بس صفاء. بتحب حضرتك قوي. يلا تحت امرك، ربنا يخليها ويحفظها ان شاء الله. شكرا شكرا جزيلا. شكرا. اتفضل. ميرسي جدا. العفو. اتفضل اقعد. والله يخليني اقعد. اتفضل اقعد. ايه ده؟ انه في يوم اسود واخبر على كل جاسوس متآمر، تم مواجهة المتهم الثاني محمد هنيدي بالآتي. ايه علاقتك بشعبان؟ شعبان مين يا فندم؟ شعبان عبد الرحيم؟ هنستعبط، هنستعبط من اولها يا فندم. مفيش استعباط ولا حاجة، بس يعني انا طول حياتي ما عرفتش واحد اسمه شعبان. اخ منكم انتوا يا فنانين. اخ، هتكدب عليا؟ عايز تفهمني انك ما تعرفش حد اسمه شعبان؟ خلاص فهمني حضرتك، لان واضح ان حضرتك عندك معلومات شخصية عني اكتر مني. طب يا سيدي، شعبان مبروك ابو العالمين حمودة، ولا اقول كمان؟ ايوه يا فندم، شعبان مبروك ابو العالمين حمودة، دي شخصية اتكتبت وانا مثلتها. ايه الموضوع يعني؟ بس كده ضابط ساذج. انا ساذج عشان اصدقك واكتب الكلام ده كله في المحضر؟ لا يا فندم العفو، انا ما قلتش كده، بس بصراحه يعني حضرتك مكبر الموضوع قوي، ده اوفر كده. ده يعني في ايه؟ انا مثلت شخصيه، ايه اللي حصل يا فندم؟ ولا حضرتك بتشتغلني بقى؟ اشتغلك ضابط فاضي وما عنديش شغل عشان اشتغلك. يا فندم العفو، انا ما قلتش كده ولا اقدر اقول كده، انا تحت امر حضرتك. ايه الموضوع؟ ايه الموضوع؟ تقديمك للشخصيه دي فأكثر من عمل، فيلم، مسلسل، وبتسعى له في مسرحية.
يا فندم حضرتك لازم تعرف ان ده مش قراري انا، في مؤلف وفي مخرج وفي منتج كده يعني. تقديمك لشخصية المدرس الفلاح القروي الساذج قاصد تهينه وتسخر منه في المجتمعات الغربية. لا والله يا فندم بالعكس ما كانش كده خالص. تقديمك لأبناء الوزراء بأنهم مجانين عابسين لاهين، القصد منه خلخلة السلام الاجتماعي في المنطقة. يا نهار اسود ومنايل، ايه يا جماعة في ايه؟ انتوا مكبرين الدنيا ليه كده؟ لو سمحت يا فندم انا بطلب القبض على المؤلف والمخرج. لا يا حبيبي، الشيلة بقت كلها بتاعتك. الشيلة كلها بتاعتي؟ شيلة ايه؟ وانا شيل شيلة ليه اصلا؟ وايه الموضوع؟ قريت جرايد بكرة؟ لا يا فندم. خد اقرا بقى. بص يوسف معاطي كاتب ايه؟ كاتب ايه حضرتك؟ شعبان ابو العالمين حمودة تأليف هنيدي، ووضعت اسمي مجاملة. لا انا ما صدقش ان الاستاذ يوسف يقول كده. ماشي. طب ايه بقى رأيك في الفيديو ده؟ اللي انا بحبهم يعني. ايوه. ايه؟ هنيدي اتمسك. يعني انا بصراحة في الفترة الأخيرة ما حبيتش اشتغل مع هنيدي شوية. يعني هو برضو تحس ان كده في تقل، في مشاكل يعني حاصله بيننا وبينه. وبعدين الحمد لله يعني ان انا حتى رفضت الفيلم الاخير اللي هو بتاع شعبان رمضان مبروك ابو حموده ده، وقلت له يعني الفيلم مش مناسب معاه يعني. فالحمد لله يعني. بصراحه انا حتى كمان قابلت النجم محمد هنيدي وقلت له، حذرته كمان، قلت له اوعى اياك والاجزاء، لان الاجزاء ده شيء وحش جدا، ده ناقص كمان يطلع لي في الاذاعه يعني، مش ممكن فيلم ومسلسل، لا 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 لا، شيء بجد مؤسف جدا. وتهرينا على مدار السنين من ليالي الحلميه للداري لكده النسا، لا فكره بجد سيئه جدا، لازم خلاص تنتهي بقى، ادمت قوي. كفايه ولا نقول كمان؟ لا كفايه يا فندم، رغم اللي انا شفته وسمعته من الزملاء ده مش دليل قاطع للادانه. لا ارتهب ذكاء، بس انا عندي قفله الموضوع. ايه رايك في البوستر ده؟ جبناه من قدام سينما مترو، تاليف محمد هنيدي، اخراج محمد هنيدي، انتاج. كفايه يا فندم كفايه، ارجوك كفايه، متشكر قوي. يمكن الحاجه الوحيده اللي حصلت في المحنه دي ان انا عرفت الزملاء كويس، متشكر جدا يا فندم. يا فندم انا بعترف لحضرتك ان انا صاحب كل الجرائم دي، وانا اللي انتجت والفت وعملت كل حاجه، وانا كنت ورا اصرار فكره ان احنا نعمل اجزاء لحضرتك. انا هشيل كل الموضوع، وانا مع حضرتك، ويا ريت تكتب في محضر رسمي ان انا بعتزل التمثيل، لان انا ما يشرفنيش ان اشتغل مع زملاء يبعوني كده. ممكن اقعد مع نفسي شويه بعد اذن حضرتك؟ خد وقتك. شكرا. فظيع فظيع فظيع. مالك؟ ايه ده يا فندم؟ سوري. لا مفيش حاجه، انا عايز اروح بعد اذن حضرتك، انا واضح ان انا مجهد. شكرا على كل حاجه. شكرا يا فندم. شكرا، ربنا يخليك. فرصه سعيده يا فندم. شكرا. انا اسعد. الله يخليك. يا ريت بعد اذنك. تحت امرك. طلب اخوي. عمر، بنتي صفاء بتحب تكتب الواجب بالقلم الاحمر. اتفضل يا فندم. اتفضل، ربنا يحفظها، اجيب لها كرتونه ان شاء الله. شكرا. العفو يا فندم. اختها ابتهال آه بتحب تكتب الواجب بالقلم الازرق. ربنا يحفظها يا فندم. شكرا. شكرا. بعد اذن حضرتك. شكرا. طب مفيش حاجه ليا؟ حاجه زي ايه؟ تذكار يعني حضرتك؟ يا ريت. تحت امر حضرتك، بس تصدق انت راجل محترم، انا هديك حاجه غاليه عليا جدا. لا لا يا فندم، والله والله لا تلبسها، ارجوك ارجوك. شكرا جدا. شكرا. سلام عليكم. قلبي حاسس انه بريء. الحملة الفرنسية على مصر هي حملة عسكرية. لكي ترى، بل ينبغي أن يكون ما تراه في النور. تقع أستراليا في نصف الكرة الجنوبي عند جنوب شرق آسيا وعلى غرب المحيط الهادي، وعاصمة كامبيرا. بس يا ابني بقى هبكي، والله هبكي،
وجسمي اشعر. بسم الله ما شاء الله عليك يا يوسف، ربنا يحميك. ايه كم السقافه والمعلومات دي يا ابني، ما شاء الله. تستعد الفنانه سحر رامي لبطوله مسلسل جديد. الله 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 الله، المعلومات حتى للفنانين ما شاء الله. طب بقول لك ايه، ما عندكش اخبار كده ولا كده عن الفنانه نهله سلامه؟ اديني انت بس ساعه يا ابويا واجمع لحضرتك كل معلوماتها. ربنا يبارك لي فيك يا ابني. بسم الله ما شاء الله، ونعم الابن ونعم الوريث. الله يبارك لك، انت لازم تشيل اسم ابوك وتسونه، لازم. مفيش في تاريخ مصر دي كلها في سوق الفرارجيه والفراخ اسم هيتكرر زي اسم ابوك المعلم عباس الزربو. ربنا يقدرك يا ابني وتشرفني. ده شكر قوي يا ابويا، يا رب اكون عند حسن ظن حضرتك وقد مسؤوليه الاسم اللي انا شايله. بسم الله ما شاء الله، انا مخلف عيله اكبر مني وقاره اكتر مني. ربنا يحميك يا رب، هو ربنا مديك وقار بشنبك اللي اتولدت بيه ده، بس بخف شويه يا يوسف ها، عشان خايف عليك من الحسد راحه وجايه في الحاره. ربنا يبارك لك يا ابني ويزيدك. ما شاء الله ما شاء الله، ايه ده ايه ده، وانجليزي وعربي. بقول لك يا ده يوسف، عارف انا تلعب مع الواد فريد ابن بلانيلا ده خالص، هما ستايل واحنا ستايل، خلاص؟ ليه كده بس يا ابويا؟ ده انا بحب الواد ده قوي. لا هتقول لي ليه ولا وبحبه وتحس امري، مهنسى الوقار والشنب والثقافه والسعك على قفاك. اسمع كلام ابوك المعلم عباس يا قاد. يا ابني يا ابني انا فاهمهم اكتر منك. الواطي واطي لو اشترى ب 1000 جنيه بلاطي. قولها ورايا، الواطي واطي لو اشترى ب 1000 جنيه بلاطي. الواطي واطي ولو اشترى ب 1000 جنيه بلاطي. ربنا يبارك لي فيك يا ابني، ربنا يحفظك. تم كده وشرفني شرفني، عشان مستقبل الفراخ ينطلق الى الامام باذن الله. اعمل لي فيها شريف يا عباس. طب وحياه امك لو ورادك معايا؟ بقول انا مش هفتح بوقي واسيبك انت تسوق. انا عايزك تسمعني وانا بقنعه بطريقتي الشيطانيه البريئه. قشطه. شوف مين، ولا قوم انا افتح يا استاذ يوسف؟ لا لا ما ينفعش يا ابويا. بس مش معقول الوقار ده كله قوم يفتح وانا قاعد. معلش الحمد لله فضل ونعم. ازيك يا يوسف يا حبيبي؟ بابا موجود؟ اه يا حاج اتفضل. اه هو فين؟ امال بيقول موجود ازاي؟ اهلا وسهلا. مفيش حاجه، تعالى ما تخافش البيت نور. اهلا يا دي الزياره العزيزه. اهلا 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 يا سحر، ايه النور ده ما شاء الله ما شاء الله. اه ده يوسف، امشي يا فاشل اقراك حاجه بدل مش عارف تقرا سطر من الكتاب. يلا كل عاوز برب الفلط، خش جوه. ما شاء الله ما شاء الله، يوسف كبر وفريد كبر. اه الظاهر العيال هيعجزونا ولا ايه يا معلم عباس؟ لا ولا عجزونا ولا حاجه، ربنا يبارك في الذريه كلها. يا اهلا وسهلا. انما ايه موضوع الشنب دوت؟ الشنب يا سيدي امه السبب الله يسامحها، وهي حامل فيه. الله يخرب بيت الوحم وسيره الوحم. طول ما حامل فيه قاعده بتتفرج على مسلسل كله رجاله ما فيهوش ست واحده، وكل واحد شنبه قد كده. يا ست قوم الله يهديكي، ما فيش. يا ست اللي يلزق في الواد اللي نازل شنب هنا ولا هنا، ما فيش. ونزل الواد ربنا رزقنا بيه بيبي لسه مولود، ببص اتخضيت لقيته بشنب، قلت هعمل ايه؟ اهل الحكمه بقى قالوا لي ان هيطلع فيه وقار ان شاء الله، ربنا يحميهم جميعا. اهلا اهلا اهلا. عم لا تحلقه له ولا حاجه. انا قلت احلقه له، ده في شنب ابني وفرحان بيه. آه. بس بيني وبينك بيني وبينك يعني انا فرحان بيه كل حاجه، بس نفسي اشيله له. الواد مش عايش طفولته. اه والله عايز احرقه له وهو نايم، اشيله له بكماشه. وبيقولوا في خواجه في بلاد بره عايز ياخده يشيله له كده بالليزر. هشوف هعمل فيه ايه، هشوف. عم لا تحرقه له ولا حاجه، يعني ابن عباس الزربيو هيطلع ايه؟ اكيد دكر وبارم شنبات. والحمد لله انت وحامت على المسلسل ده وطلع بشنب. انا كنت خايف وهي حامل تشوفك ما تاخذنيش يعني. اهلا اهلا. ايه اللي لم الشمع المغربي؟ ايه اللي لمك على السحت يا معلم؟ لا السحت ده حبيبي. اهلا وسهلا. آه شكلكوا كده بحواجبكم مطرطقة أوفر ديت، في حاجة مريبة. خير هاتوا على بلاطة. قوم البس وتعالى معايا. البس وأنا قاعد بالشورت وأنا قاعد عريان. الله ما تقول له يا سحر،
شايف لحم مدلدل قدامك، ما انا قاعد مستوره اهو زي الفل، ولبسي اشيك لبس اروح بيه في اي حته. بنطلون ده ولا مش بنطلون؟ بنطلون. ودي اللي فوق البنطلون ولا دي اللي فوق البنطلون؟ دي اللي فوق البنطلون. طب ايه بتجات هزقني البيت تقول لي قوم البس؟ ما انا قاعد محترم. اخلص اسري الكلام، عايز ايه؟ لا مؤاخذه، عايزينك تيجي معانا دلوقتي. ليه؟ هنروح فين؟ هنروح للكنز. بتخوفني ليه يا عم؟ اللي هروح للكنز. الراجل ده طبيعي ولا كنز؟ انت اتجننت ولا ايه؟ ايوه كنز. قوم بقى يقبط على معانا. ايوه بس انا مش عايز تعطل عندي صلاه عشاء، وهنروح نشوف الكنز. شكلك اتخبلت. اديني دقيقه واحده البس هدومي عشان اروح معاك. ثانيه واحده، الناس دي جت ورطتني في حاجه، ربنا يستر. الله عليك يا بلانيله، جبت رجله. مش قلت لك؟ ادخل يا معلم عباس، ما تخافش. ادخل ايه؟ ما انا داخل بقالي دقيقتين. طب تعالى تعالى. ايه اللي هيخوفني ان شاء الله؟ قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. روح يا سحت هات كرسي عشان عمك عباس يقعد ويرتاح. لا 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 لا، ملوش لزوم ولا كرسي ولا بتاع. شوفوا بس عايزيني فيه عشان الحق صلاه العشاء. طيب افتح يا سحت. هوبا. ايه المفاجأة الرهيبة دي؟ ايه كم الكازوز ده؟ ايه رأيك في المفاجأة دي؟ لا ده انا مندهش. ايه الكازوز ده كله؟ والأزاز بتاعته قد ايه وراحت فين؟ وفين الناس اللي شربت كل الكازوز ده؟ فهمونا يا اخوانا. لا ابدا مفيش حاجة. السحت لقاهم في خرابة، شيع لي مرسال، قمت محملهم على المخزن هنا. والمطلوب؟ ولا حاجة. يعني ايه ولا حاجه؟ جايبين تفرجيني على الكازوز وخلاص وامشي ولا ايه؟ لا ابدا، انا بس كنت نادر نادر. أيوة. ان انا انتشتك من الفقر اللي انت فيه انت والعيال. أيوة. عشان كده انا هنصص معاك. تنصص معاه ده ايه يا بلانيله؟ وانا فين حقي لا مؤاخذه؟ بعدين يا سحت هروقك انا بعدين. ها قلت ايه يا معلم عباس؟ الكازوز ده حرام يا بلانيله. حرام؟ طبعا حرام، فحرام مش بتاعنا. افرض حد جه سابه هنا واحنا بقى كده يبقى سرقناها، حرام ولا مش حرام؟ لا مش حرام. وبعدين الكازوز ده انا لقيته في الخرابه، ولفيت الخرابه حته حته فليتها، مفيش حد لا هنا ولا هنا ولا هنا ولا في صريخ ابن يومين. اسر الكلام، انا قلت لا يمكن احط ايدي في كازوز فلوسه حرام. ما تبقاش غبي يا معلم عباس، فكر في مستقبلك ومستقبل ولادك. ايه الشر ده؟ انت قلبت شيطان ليه كده؟ ولادي يتحرقوا، ولادي يجوعوا، ولا انهم ياكلوا من مال كازوز وحرام؟ الله بالاذن. ما تبقاش غبي يا معلم عباس واسمع الكلام. مش قادر اقتنع، بقول لك فلوسه حرام. بالاذن. مش هترجعني تاني؟ لا انا عطشان، مفيش اي شويه ميه او شويه من الحاجات اللي انتوا فرقعتوها ديت؟ مفيش ازازه فاضله لسه؟ افتح له ازازه. حاضر. انت فاهم ان انا جيت على هواك صح؟ ايوه. يلا افهم افهم. انتوا فاهمين ان انا ايه؟ خلاص ايوه مشيت وراكم شيطانتكم. اشرب اشرب كمان كمان. استغفر الله العظيم يا رب، ده انا كنت عطشان. السلام عليكم. لسه في شويه يا معلم عباس. اوه تاني تاني تاني، خدها معاك لو عايز. حد الله ما بيني وبين الحرام. الله يدور عليك يا بلا نيلة. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا نهار اسود، انت يا يوسف، انت يا يوسف، انت والزفت ده بتعمله كده؟ انت اللي صرفت عليك شقة عمري عشان تطلع محترم وتبقى وريسي في الفراخ، تعمل البلاوي السودة دي يا يوسف؟ يا عم سيبني في حالي بقى، 12 سنة وانا مش عايش حياتي، حياتي كلها كتب في كتب في كتب. ايوه كنت بأهلك عشان تبقى وريسي في الفراخ يا يوسف وتشيل اسمي. هقول ايه؟ اصحاب السوق، انت يا فريد يا زفت، يلا شيل الحاجات اللي دماغك غور من هنا. يلا اخدهم ازاي يا عم الحاج؟ يا عم الحاج انا هتصرف. يلا غور من هنا، انا هتصرف. الله يخرب بيتكم وبيت مجيتكم. قوم ياض، قوم، ده متنح طبعا مش قادر تمشي باللي طافي. يلا ما تجيش عندنا تاني. بالسلامه بالسلامه. اخس عليك يا يوسف، اخس عليك، ومسكها في ايدك كمان. بقى انا بصرف عليك ده كله عشان تعيش لي في الحاجات الساقعه والبلاوي دي؟ يوسف عيب. انت عارف امك الله يرحمها لو كانت عايشه وشافتك في المنظر ده كانت جرى لها ايه؟ كانت اتململت واتشلت يا يوسف قبل ما تموت.
ده اسمه كلام يا ابني. قوم يا حبيبي، قوم برضاي عليك، قوم دب صباعك في بقك، والله اشرب شويه ماء وملح ورجع القرف ده. مش احنا بتوع الكلام ده يا ابني؟ يا ابني انت ابن الحاج عباس، عباس الزيريبو، اكبر فرارجي فيك يا مصر. يا دي انت فيك ايه؟ خضتني عليك، انت فايق ولا مش فايق؟ فايق؟ طب سمعني صوتك، ما تخضنيش. خلاص يا ابويا انا فوقت اهو. طب الحمد لله، ربنا يبارك لي فيك يا ابني. اوعى اوعى رجلك دي، ابوك معدي، بلاش اللي اتأدب. هادي بقى، هات. اسمع يا ابني، كل الحاجات دي كلام فاضي. اسمع يا ابني، اشقى واتعب وذاكر عشان هعيدها لك. تيجي تقف في المحل وتشرف ابوك في وسط الفراخ. هاتن كزوزة قعد لعبني هوبا، مزابوزة والحال عجبني. قشطة. السلام عليكم يا بلانيلة. اهلا اهلا عم عباس. صلي على النبي عليك. اللي اوله شرط اخره لايت. اخره ايه؟ لايت. اعديها لك عشان الحالة اللي انت فيها. اعملوا فيا اللي انتوا عاوزينه الا ابني وزرتي وسلالتي. الوريث يا ابني محدش يجي جنبه، يا اما هطير فيها الرقاب. فاهمين ولا لا؟ واحنا عملنا ايه لابنك؟ عملت ايه؟ الواد بيعمل اللي انتوا بتعملوه، الواد خلاص شدتوه. ابني لا، فهمني ولا لا يا بلانيلة؟ لا، ده انت تقول لابنك بقى اللي يبعد عن ابني، عشان ابنك هو اللي بيقول لابني. المهم ان ابنك وابني بيقعدوا مع بعض، ويا ريتهم بيعملوا علاق برضه زيكم، ماشيين في موضوع الكازوز اللي انا مقتنع انه من مال حرام. فاهمين ولا مش فاهمين؟ عارف ليه؟ ليه؟ الواد ابنك ده واد رجولة، ذكر من يوم. انا عارف، عشان كده انتوا عايزين تدمروه، عشان اول طفل يدخل الموسوعة اتولد بشنب. ده كنز وده ابني ولازم احافظ عليه، واللي هيقرب له ما يعرفش انا هعمل فيه ايه. عايزين مني اي حاجة تاني؟ سلام عليكم. سلام عليكم يا عم. انت لازم تفتخر ان ابنك راجل. طب بقولك ايه؟ اه، ما تديني بقى عشان عطشان. شفت؟ طلع زي ابني. لا مش مسألة زي ابني، بس مش عارف باجي هنا بعطش ليه، واول ما اجي اخرج اعطش. هو العيال كده. يلا يلا اشرب اشرب اشرب. ربنا يتوب عليكم اللي انتوا ماشيين فيه. اشرب اشرب. اوعى العيال. هات شويه كازوز، هات شويه كازوز. اديني 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 خالص. لا كازوز كازوز. اديله كازوز يا اتفضل يا معلم. الحاجات دي بفلوس؟ ها؟ امال ايه؟ اول مره كده عشان. والوان ايش؟ احمر وايش يعني؟ هتجيب عائد صح؟ ايوه. العائد ده حرام؟ اه. تتكلم بجد؟ حرام. لو اكلت بيه عيالي تطلع سلالتي كلها مغضوب عليها صح؟ اه. عشان حرام. ايوه. بس هي بفلوس شكلها حلوه. يا عم في الاول بس نجر رجلك كده. طب انا اقول لك على حاجه، حرام ليه؟ واحنا سرقناها من حد؟ مش انتوا لما جبتوني قلتوا ان انتوا لقيتوها كده؟ تعرفوا صاحبها؟ لا ما نعرفوش. خلاص يبقى مش حرام يا جدعان، انتوا جايين تبخوا ليه؟ مش حرام. عبي عبي، قول لي بقى عندك كام كازوزه وهنبيع فين وهنودي لمين وبكام؟ حلو ده حلو ده. الله، هاتي الكازوزه. هو ده. خلي بالك شويه عشان الواد ابني بيحبها قوي. ها؟ ابعتوا له ابعتوا له. وانا مثبت فيها، واحنا نعرف اصحابهم. انا عارف. الله، امال حرام ليه؟ حاجه لان ربنا سايبها لنا في المخزن. خلاص تبقشش بقى على عيالنا. احنا عندنا كام صندوق كده بقى؟ كتير كتير. طب انا اقول لك على حاجه، احنا عندنا اللون اصفر واحمر، احنا عايزين نطور شويه، نمشيها يعني، نستفيد من اللي بعته ربنا، نعمله بيزنس. صح ولا لا؟ ولو طلع لها صاحب بعد كده نديله حاجه ونراضيه وخلاص. لكن انتوا تعرفوا ليها صاحب؟ لا. يبقى مش حرام يا جدعان، امال انا مثبت في الرجوله ليه؟ اشرب اشرب يا حاج. هو دخل دمك يا حاج، انا عارف. خش خش. والله انتوا ناس طيبين، ربنا بعت لكم عشان تجيبوا لنا فلوس. يا دي ما بتشربش ليه يا معلم؟ مين؟ لا سيبها سيبها سيبها، مرتين ثلاثه هي هتفتح لوحدها. اشرب اشرب اشرب. خفيف صاحبك خفيف. صاحبك خفيف. طب يا رجاله، ايه يا حبيبي؟ نتوكل بقى على الله، وانتوا اظبطوا الظبطه كده وشوفوا نصيبي كام وايه هتقولي على البيت، عشان ما بحبش اخد فلوس حرام يعني لايف كده. انتوا اظبطوها هاتوها. والعيال مع بعض حبايب. عيال مين؟ ابني وابنك يا سيدي. من النهارده عايشين اكلين شاربين بيتين مع بعض. احنا شرفنا. بترش عليا في المخزن بتاعك، بترش عليا بيبسي في المخزن. هو ده هزار ولا السكر ولا ايه؟ سكر يا حاج، سكر يا حاج. ايه يا حاج ده يا حاج؟ خلاص بقى بينا ولاد كار. دخل دمك يا حاج. حلوه قوي قوي قوي.
اديها تاني. اديها 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 اديها. ربنا يخدينا بالحلال. ايش يا منبس؟ ايش يا منبس؟ ايش يا منبس؟ السلام عليك السواد وعلى كزوزه كزوز. بيبس يالا طعمه حلو قوي ومقفول. دلوقتي مش عايزين نقعد نرغي كتير. قبضته كام وحقي فين؟ بص ايه خد دول. أيوة. كل ما تحتاج تعالى. ربنا يكرمك يا راجل طيب وما نحترمش. السلام عليكم معلمين. السلام يا معلم. رضا رضا الحمد لله. السلام عليكم. السلام يا زيري بيو. الله يسلمك. السلام يا زيري بيو. بابا مين انت هتصيعي؟ ده مسجل وكان عليه 600 قضية اغتصاب جمال. بابا؟ ايوه بابا. واسألي بقى ماما مين بابا وكان بتروح فين ومع مين في الكهف اللي في اول الصحراوي. اصحي اخي تليفوني ولا تشوفوه ولا نيل. انا هرش الفيلم من اول وبعون الله هنعمل معاكم الصح. هاتي ده سكر. حلوة الدنيا سكر شرارة. سكر. حلوة الدنيا سكر. لا 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 ميلة. خلي الدنيا جميلة جميلة. الله الله الله. والله الدنيا هتبقى جميلة ان شاء الله. خلصت الزفت اللي بقالك ساعة بتلف فيها دي؟ مش عارف معقرة معايا ليه. رسلة حلواني. ايه شكلك بتحب يا حلواني؟ شكلي بحب؟ يا لهوي ده انا غرقان في الحب يا اشرف غرقان. طب ممكن سؤال؟ اسأل حبيبي. لو القردة بتاعتي مغلباني اعمل معاها ايه؟ الايه؟ القردة مغلباني اعمل معاها إردة. ايه؟ قردة. قوم يا ابني من هنا وما تكلمش معانا في الرومانسيات. قردة ايه ونيجي في ايه؟ والله انا مش مصدق نفسي. حلواني حلواني هيتجوز. أيوة. وتبقى حلو. زوج بقى وبكرش وتهمل بقى في شياكتك وفي تسريحة شعرك. ليه التشاؤم ده يا ابني؟ ليه؟ ما انا اشوفكم برضه مرة في الشهر بتاع. انتوا صحابي واخواتي وبعدين الاستقرار يا جماعة. ولا هامل في شكلي ولا حاجه. شكلي يوم ليله ايه؟ وانا لينا شكل؟ ما احنا مبرطعين في الصحراء والرمل والناس حبانا وخلاص. انت طول عمرك شيك يا حلواني. الله يخليك الله يخليك يا اشرف. بس هيبقى في التزامات. هتعمل فيها ايه؟ التزامات في ايه يا ابني؟ الاكل اي صيده بتيجي كلنا بناكل مع بعض. احنا كلنا 45 واحد. اللبس مراتي هتضرب الجلده وتمشي. يعني مفيش تكاليف. انا مبسوط. شجعوني. صح فرحك عندي حبيبي. حبيبي عقبالكم عقبالكم. بس هتسكنوا فين يا حلواني؟ يا عم هنترمي ورا اي جبل. انت شاغل نفسك ليه؟ انا سمعت ان في كهوف في حدائق الادغال حلوه قوي. لا غاليه موت وثلاث ارباعها نصابين. خليك في حالك انا هتصرف. وهتخلي بقى مراتك تشتغل يا حلواني؟ طبعا تشتغل. انا راجل متفتح. تنزل تصطاد معايا وانا طول النهار اجري لوحدي في الحر. هي تنزل تجيب ارنب خروف اي حاجه للبيت. ولما تشتغل يعني هتبقى راجل انت ازاي في بيتك يعني؟ لا دي حاجه ودي حاجه. راجل في بيتي دي قصه تانية. وانت عارف ان انا راجل. انا متفق على كل حاجه. هتمشي على اللي هقوله بالملي.
مفيش هزار، مش تضرب لي جلده وتمشي بقى بكتف عريان في الصحراء وفي وسط الجمال والكلام الفاضي ده. هتمشي هي واهلها بالجزمه يعني، سوري يعني. لا 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 مفيش. الان قال ما ابوها يا حلواني. يا جدع ابوها مين؟ انت شايف الفيلم ده بيتدرب على قفاه وتافه. ما تقلقش. ايه ده ايه ده؟ هي دي حلواني؟ لا حلواني مش هي. لا مش هي. لا هي في غيرها في القبيله. مش هي، اسمع كلامي، هي بنت خالتها افتكرتها، هم اصل العيله كلها شبه بعض. امشي يا بت امشي، روح قولي لها انا جاي بعد شويه. يلا امشي امشي. قوم فين؟ شكلها هي شكلها هي. طب ممكن اقعد مع اصحابي شويه؟ يلا قوم فين. انا مش قلت لك بطل القرف ده؟ حاضر حاضر. انت قاعد معاهم تاني؟ حاضر حاضر. ما هم اللي بيجوا يندعوا عليا وانا باجي من نفسي. وسع. حاضر يلا. حاضر عادي يا جماعه، ما فيش حاجه، هي بتنشف فجاه، بس هي اما تعشروها هتحبوها والله. حاضر حاضر حاضر. اتفضلوا. ليه زعيق قدام اصحابي ليه؟ انت مزود معايا في الكلام. مش بزود ولا حاجه، بس انا قاعد مع اصحابي شويه، ما فيهاش حاجه يعني. ممكن اقعد خمس دقايق؟ انت ازاي تطلع من غير ما تستاذن؟ كل ده هزار، كل ده هزار. خلي بالكم كل اللي بتقوله ده هتلاقوه في الاخر هزار. تعرف بس البنات يعني بيبقى دمهم تقيل في الخطوبه شويه، فاكره ان دمها خف. حلواني اتلم. هتلمي في ايه؟ طب ممكن اسبقيني وانا هحصلك. انا هحصلك. بتعدي مع المناظر الزباله دول؟ لا دول مش زباله، دول اصحابي لو سمحتي كده كتير قوي. اتفضلي. بص على اشكالهم والزفت اللي بتشربوه، جت كل قرف. احنا ما بنشربش حاجه، واشكالهم ما هي نفس اشكالنا. طب نتعشى يا حلواني. دول صحاب. بس بقى كده كتير قوي. ايوه اصحابي ولازم تحترميهم. اتفضلي اتفضلي، شوفي شكل ابوك احسن. قشطة يا شباب. يلا قدامي. اوكي اتفضل. عادي كل ده. اتحرك. حد شاف حاجة؟ جات كل قرف. مش قلت لك يلا تلمي لي عليا الحالة دي؟ وعرفنا سيدي الرجال، عرفنا عين الاعيان، عرفنا سيدي. ولا ايه ده؟ ولا هم روحوني. ايه الحلواني؟ هم روحوني البت دي، انا مش مطمن لها. وبعدين ابوها ابوها شكله شام خبر، انا شايفه جاي هو ناس من بعيد. قوموا تعالوا معايا. ده ابوها هايف عمل كل ده؟ ايوه الهايف. مش حذرتك من ابوها يا سيدي؟ حذرتني. طب اعمل ايه؟ قوموا امشوا معايا كده عزوه وارجعوا تاني. وحياه ابوك ادي الجواز اللي بناخده منه. هتقوموا معايا ولا مش هتقوموا؟ مع نفسك يا حلواني. حاضر حاضر. ماشي ماشي على الله، اشوفكم في الفرح. ماشي جاي. وعرفنا سيد الرجال، عرفنا عين الاعيان، عرفنا سيد الرجال، عرفنا عين الاعيان. عيني عليك يا حلواني. يا حالحب طحالب دي حلوه قوي. يا ناس يا هو، يا نهار اسود ونايل، حد يغتني؟ مين هيغتني؟ مين هيغتني اصلا اذا كانت الدنيا فيها 24 واحد وكلهم قرايبه؟ عاجبك؟ عاجبك اللي بيحصل ده من ابوك وامك؟ اسكو سا في سي مي بارون. بارون؟ وي. ماشي خليك انت دايما في صف اهلك، خليك هينفع. ايه ده؟ وبيشمني ليه؟ انا عايز بكلب ولا ايه؟ حبيبي دول بيحيوك. دم كمان بتشمني؟ دي التحيه عندكم في الاسره؟ حييهم. لازم ارد التحيه صح؟ لازم. طبعا ده حمايه، حبيبي حمايه. استغفر الله العظيم يا تعالي. ريحة أهلك وحشة قوي. سوري أنا آسف، بس فعلا فعلا قذارة. إيه ده؟ جري طول النهار بشوفهم أنا رمح في الصحراء والتراب، ولا دوتش ولا زفت. خلصني بقى عشان أرجع في الجوازة دي. فكني فكني. أنا عملت إيه؟ عملت حاجة غلط؟ أنا عملت حاجة غلط في بنتك؟ أنا جيت دقيت الكوخ ودخلت وقلت عايز الحلال، جوزاني. إيه يا حلواني؟ أنت عايز تقعد مع بنتي في الدارة وأسيبك؟ تقعد مع بنتك في الدارة؟ انا بقعد مع بنتك في الدار. بس دي بني ادمه زي زيها، في ناس تانية بتقعد مع جمال. ها مش عايز انا سياح لك. ها الولية دي خيلاني وقلقان، هي بتيجي كده كتير ماما مالها؟ سمع ماما ليكم سا ليكم سا. طب ماشي انا بفهم، بس يا وليه اثبتي بقى. الله يخرب بيتك، ابوس ايدك انا يعني. بص اقر يا حمايه طلباتك. وانت هتقدر على مهرها بدايه من البدايه؟ بدايه من البدايه يعني انت فضائي من فضائي من تبدائي. بل انا عايز اقول لك على حاجه، المارينا الابلكاش دي ما تحطهاش على كتفي ابدا لو تكرمت. انت ده بالنسبه لك دراع، ده موضوعك انت. كلمني ببقك ده، حتى بق كلمني كده ما تلمسنيش. بس اصرف المكسر وريني بقى شخل جيبك هتعمل ايه. ايوه ادفع واشخلل وعندي مهر 100 100.
الولية دي خيلاني قوي. ما كلمي امك، ما كلمي امك. مامي بس. مامي بس ده اللي قدرتي عليه؟ يا عم خلاص ما تقعدي بقى، اقعدي بقى، دوختيني بقى. ده ايه ده؟ انت عايز ايه؟ مهر ايه ونيله ايه؟ بقول لك عندي جمال، عندي جمال وانا هرشك. ها؟ ايوه بتحب انت تركب جمال. انا عارف، انا عارف. عايز ايه؟ عايز ايه اكتر من المفاجاه اللي انا هقولها لك؟ يا عمي انا ان شاء الله هبني لها بوابه بشتغل فيها من اول ما اتولدت، يعني مش كتير يعني. وما كانش في حد على الارض. جمعت كل جنوز الارض من جواهر وعملتها في البوابه دي، هقدمها لها. يا ولية اقعدي بقى، اقعدي بقى. هقدمها لها هديه، ايه رايك؟ بوابه يا حلواني. ليه يا عم؟ في ايه ده؟ انا ودني ايه وانا واقف جنبك؟ في ايه؟ احنا جد نجري ورا بعض. ما تتكلم عادي يا عم، عايز مني ايه؟ ايه اللي في الكلام؟ ايه اللي في الكلام؟ لما تقدم لها عريس وكان بني لها كمباوت، هتبني لها انت ايه يا حلواني؟ هيبني لها كمباوت ولا كمباوت ولا نيله؟ بقول لك ايه؟ بص هبني لها كمباوت. ورحمه امي انت لو ما ثبتتي لا ادفنك في هنا، هتفنك قدام الحيوان اللي انت متجوزاه ده، مش هيهمني حد. كلها تثبت يا حاج بقى لو تكرمت. ده كده كتير، هنبني لها زفت كومباوند. في اي طلبات تانية؟ الموقع. موقع بتاع ايه؟ بتاع كومباوند. موقع ايه ولسه في دنيا؟ ما كل اللي قدامك ده موقع، هتفرق ايه الارض دي من الارض؟ انت هبل. بص في الصحراء ونقي وانا هبني لك. تامر بحاجه تاني؟ ايش يا عسل، ظبط نفسك وكلمني يا حلوان. ابوك يا عسل، ابوك شربات على فكره. هو يبان ضخم ومرعب بس هو تافه جدا جدا جدا. ايش حماد؟ انا ماشي طالع صحراوي. غوري في داهيه، غوري في داهيه. ميرسي بابا. امسك الوليه دي ولا ارميها في اي وادي. بص صاحب امك ازاي؟ لا حول ولا قوه الا بالله. خلصيني بقى، خلصيني. اخيرا اخيرا هنتلم في كهف واحد. اخيرا اوعدك، اوعدك مش هبني لك كومباوند. بصي طول ما انت ماشيه كل اللي انت شايفاه ده هيتبني وهيبقى بتاعك. يعني هقول ايه؟ انا ماشي بس مش وداع، مش وداع. واحييك بتحيه ابوك وامك. انا عرفت ان انت بنتهم. انا عرفت، انا عرفت. طب هما ناس كبار وكبروا في الصحراء وتهطلوا عادي، ينسوا يستحموا، لكن انت لسه صغيره وعروسه. يعني المفروض ده ما ينفعش، ما ينفعش. استحمي في ورا الجبل دوت، في وادي روحي ترمي فيه. روحي. واضح لازم افكر في الجوازه دي. سوري، باي باي وهتصرف بعدين. باي باي. ده انا هرجع في العيله دي. ايه القرف ده؟ النهارده يا حبيبتي هيكتمل حبنا وتكتمل فرحتنا بافتتاح البوابه العظيمه اللي انا عملتها لك. هتنبسطي وابوك هينبسط ان شاء الله. اهو شرف اهو. والولية امك جت معاه برضه. اهلا وسهلا. ابوكي ماشي ورا جنازه ولا ايه؟ اهلا يا حمايل. اهلا. مين الجماعه؟ اهلي واهل العروس. دول اهلك؟ اه حبيبي اهلي. ملك متنيك قوي كده، ايه المستوى ده؟ اهلا وسهلا، شرفتونا، تشرفنا، فرصه سعيده. اهلا وسهلا. حييهم. ما انا حييتهم. اهلا وسهلا. لا شمه. شم مين؟ استنى يا اخ، استنى يا اخ، انتوا كانوا شم مين؟ ده خالي. لا لا لا، موضوع الشم ده كفايه ابوك وامك. بص يا عم، طول ما انا متجوز بنتك الطقس ده انا مش هعمله، مش هشم حد عشان خاطر. تعالى. خرب بيت ريحه خالك على عم. ايه التقليد النيل ده؟ ومين العبيط ده كمان؟ عمي. اهلا وسهلا، مش هشم الراجل ده. هو هيشم. خلاص 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 يا عم. ايه ده؟ ايه ده؟ لا في حاجه غريبه في العيله دي. يعني الشم بالنسبه لهم حاجه مهمه. ايه التحيه الغريبه دي؟ تراديشن عندنا. تراديشن عندنا. اهلا وسهلا، شرفتونا ونورتونا. خير؟ جايين الفرادي وعلى الكمباوند. على ايه؟ على الكمباوند. ابوك لسه مركز في الكمباوند. كمباوند. اه اوعي تفتكر ان انا نسيكي. ايوه اهمدي عشان هدكك في الارض هنا. انا صحيلك، انت مقصره فيا جدا. بقولك ايه، تعال اقول لك. كومباوند ايه؟ انت قبل ما بتدخل كومباوند بتدخل منين؟ بوابه. خلاص انا ابتديت بالبوابه، والكومباوند ده بعد كده بقى ابني انا وخطيبتي طوبه طوبه وزلطه زلطه الموضوع ده، لكن مش بسرعه كده. ولا ايه راي حضرتك؟ سيل تو بلي بابا، سيل تو بلي ديوي. مبروك. الله يخليك. بس انا عايز اقول لك حاجه كمان، نصيحه، ان انا بقيت زي ابنك دلوقتي. انسى موضوع الفرح ده خالص. اسمع كلامي، تكلفه على الف... شايفك شايفك شايفك. ارجعي، انت بتستنيني اندمج وبتستعلبي زي السحليه كده. اقف في مكانك، امسك الولاد دي. مصاريف بالاونطه، مش هنقعد احنا نكلف ييجوا الصيع الحراميه دول ياكلوا. دول عايزين 40 بقره. اسمع كلامي، انا ما بحبش الفصال، بلاها الجوازه دي. لا لا يا بنت، استنى استنى بس، استنى يا عم. بلا ايه ده؟ ابوك بيقفش ليه كده يا عم؟ اهدى. خلاص هنعمل زفت فرح.
مبروك. هو ابوك بيعمل كده ليه؟ ايه الحركه دي؟ اتجوزنا. تتكلم بجد؟ هو كده يعني اتجوزنا؟ انت عندكم كده اتجوزنا؟ كده اتجوزنا. تتكلم بجد؟ مع اني عايش معاكم في نفس الجبل واول مره اعرف الموضوع ده. طرقعه واحده جواز؟ ولو حبيت تطلقها ثلاث طرقعات صح؟ ايوه صح كده. حلو ده، خلي بالك اي حاجه هتخنقيني هطرقع لك على طول. ايوه مبروك يا اهلي، مبروك يا حماي، الف الف مبروك حبيبك. شايفك شايفك شايفك، ارجعي مكانك. بقول لك ايه، بالمناسبه الحلوه دي بقى تعالى نفتتح الشريط بتاع البوابه. ها نفتتح الشريط. هاتي السكينه وانت واقفه مكانك، عارفه لو خطيتي خطوه ارطم لك رجليك. هاتي ده انت روش. سيبي اولايا الاولاد، انا خايف منها والله العظيم. امك شكلها في الاخر هتطلع مش حقيقيه وهتفاجئنا وهتطير. اسمعي كلامي، لا مش مننا. بص الناس كلها حاجه، بص هي غريبه، ربنا يستر دي ما تدخلش البيت على جثتي. ممكن نفتح البوابه؟ نفتح البوابه. مبروك يا مدام، مبروك 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 يا جماعه، مبروك مبروك مبروك. اتفضلي اتفضلي اتفضلي. يلا مبروك يا الف مبروك. اهلك يعروا مش بهزر، سوري يعني. ما ايه ده؟ لا they are very nice. نايس انجلت ايه؟ كله رفيع مش لاقي ياكل وهدوم مقطعه. بقول لك يا حمايه تعالى عاوزك، تعالى عاوزك. ايوه حلواني. لا ثانيه بس، الناس دي رايحه فين؟ رايحين يخشوا جوه البوابه يهببوا. ايه يتفرجوا على ايه جوه؟ مفيش حاجه. يتفرجوا على ايه؟ فانت بعتهم كده اي هبل في الصحراء وخلاص. في جوه تعابين خلي بالك، ما احنا بناخدها. طب الف هنا. بقول لك ايه، انت عشان طلعت وجدع معايا ووافقت على كل طلباتي، انا هعمل لبنتك احلى فرح. ايه رايك؟ مبروك يا حلواني مبروك. ما تحطيش ايدك عليا، مش ايد دي. الف مبروك الف مبروك. مع السلامه. مع الف سلامه. روح شمهم شم بعض لحد ما اجيلك. انا هاخد بنتك كده في الصحراء انا وعروستي. معاك الله. اصحى ولا 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 ولا. كل هدو فوق، كل هدو فوق، كل هدو فوق. وفين السفر رجالة؟ الحفلة لسه شغالة ومش هنقول اسامينا عشان احنا عدينا. دي فرح حبيبي واخويا الحلواني، جينا وهنينا. كل هدو فوق، كل هدو فوق. اللي يحب حلواني يقول ايه؟ يحب حلواني يقول ايه؟ حلواني يعني الرجولة، حلواني يعني ابن النيل، حلواني الحي هنا كل جبل في المنطقة، وكهف كهف، وطول ما العجلة شغالة الكهف بيجيب رجالة. وبالحي عروستنا الجميلة، فتاة الوادي، فتاة الجبال، فتاة الليل، صاعدة الثعابين، منار الجيار. وكل اللي يحب حلواني يقول ايه؟ اصحى. مبروك يا حلواني. الله يبارك. مبروك يا عروستنا. الله يبارك. قاعد الولية اللي وراك دي، قاعد مراتك، قاعدها. انا دلوقتي هعرفك على عيلتي. لما انا شفت عيلتي كنت ما شفتيش عيلتي. ناس طيبين قوي قوي قوي، غير اهلك خالص. دول اتنين ولاد خالتي، اول اتنين اتولدوا توأم راكبين فوق بعض، لا بياكلوا ولا بيشربوا ولا بيتكلموا. هما الاتنين طول الوقت يا عيني يرتاحوا تحت الشجرة، يلعبوا في طقوم بعض كده يعني. باي 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 باي. انبسط انبسط انبسط. العروسة وما بيتكلموش ولا حاجة، هما راكبين على بعض كده وبيلفوا الصحراء ليل ونهار يعني. طيبين قوي طيبين قوي. اهلا وسهلا، شرفتنا شرفتنا. هو مين ده؟ ده ما اعرفش، بس يعني ابويا لما اتقتل في الحرب الاخيره ديت وهو بيموت قال لي خلي بالك من عمك، فيعني نورت. بس راجل طيب. ها ايوه ها ها. نورت يا عم، نورت. ده مين شو بقى؟ التافه بتاع العيله. قمر قمر وقعدته جميله والعلم بزنس مان كده. مع توكيل عظم. بصي بصي الانواع، بصي. اوعى تكون جايبها لنا هديه بسيطة كده. لا ده كتير قوي كتير. ليه طلب تاني؟ أؤمر يا مش واحد صاحبي هينحتى كده سوا مع بعض. يلا يلا حبيبي. هو هيطول شوية. ميرسي. حبيبي حبيبي، عايزك تقول لي على الفرح. عقبالك عقبالك. تعالى ما تتكسفش، تعالى ما تتكسفش. ده ابن عمتي. مخلوق بيضحك على طول. فظيع. بصي بصي لو سكتنا احنا، بصي هو يعمل حاجة ظاهرة في الجبل، ظاهرة ظاهرة. وبرده مش تافه. تاجر جلود من لو. بصي بصي جايب لك ايه؟ هدية بسيطة. تعبت نفسك يا اخي، تشكرين عقبال ليلتك. حبيب حبيب. وبتسمع على طول. جميل. انت شايفة عيلتي؟ فين البوفيه؟ وفين اللحمة؟ شايف الفرق بين عيلتي وعيلتك؟ شايفة ابن المفجوع ابوكي ده؟ اتفضل خد الخروف ده لوحده. يلا ازقز فيه واحنا هنجيب للناس. ابوكي بصراحة يعر. ايه؟ بابا ايه؟ يعر بصراحة. اصحابي هيعرفوا يغني، هيدلعوا لك الفرح. ما تخافش. بتغني انت يا حبيبي؟ انت حلو قوي. تكلمي بجد؟ اه والله والله. لا غني، عايز حاجه تاني؟ يلا غني حبيبي. حلو.
فاكرين الجو بتاعنا؟ الاغنيه اللي كنا بنقولها واحنا في واحنا رايحين الكبرتان بتاعت الاتوبيس دي؟ ايوه فاكرينها؟ يلا واحد اثنين ثلاثه بدائي 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 اموت اعيش ما يهمنيش اموت اعيش ما يهمنيش اموت واعيش ما يهمنيش اموت اعيش أنا مش عايزك تقلق خالص يا بطليموس، إن شاء الله كله هيبقى تمام. أنا ما بقلقش، ما تقلقش. مولاي؟ ليه دكتور نفساني يا مولاي؟ ليه إيه؟ دكتور نفساني يا مولاي. خليك في شغلك، ما تدخلش في اللي مالكش فيه. مش عشان أقدم واحد في المعبد أسكت لك، ترجع بواب تاني، اتفضل. أمرك يا مولاي؟ إيه الناس اللي بتتحشر دي؟ أمر مولاي. إيه يا مس منمعت الكلام الفاضي ده؟ أنت فضحتني ولا إيه؟ انا بقول لك بيني وبينك رايح لدكتور نفساني تعبان شويه، الناس كلها عرفت السياحه ده. مين دول؟ شعبك يا مولاي. طب خلاص مشيهم مشيهم. يلا يا ابني يلا. من هنا يلا يا حبيبي يلا. انا مش فاهم ايه لازمه الشعوب او اي قلق في الشوارع وخلاص. مبسوط انت كده؟ كل البلد عارفه انا رايح لدكتور نفساني؟ هيقولوا خلاص عليا اتجننت؟ يعني انا اخونك يعني يا بطليموس يا اخويا؟ ده احنا متربيين حتى في معبد واحد. متربيين؟ ما الناس قدامك قالت وانا بألف. فوق بقى، عيب عيب. فرج بكره على البرديات هتلاقي الخبر مرشرش فيها، واتفضحت انا او انت. حوش حوش حوش، مفيش اي حاجه هتنزل في ولا برديه، بعون الله امك مسيطره. انت عجل انت، تعالى تعالى هنا. ايه امك دي؟ بتبيع كرشه؟ انت هتعدي حدودك ولا انت بقى انت واقف قدام؟ امي دي الملكه، الملكه كليوباترا، ملكه عليكم كلكم، لان كلكم ولا حاجه. فاهمني؟ انت واهلك ولا حاجه. مش عشان بتمشى معاك في المعبد ومصاحبك تتعدى حدودك فوق، ما تحطليش ايدك على سرتك. انت بقى وانت بتكلمني، انتوا بتاكلوا منين؟ من المعبد. بتلبسوا منين؟ من المعبد. بتقبضوا منين؟ من المعبد. يبقى تحترم ملكة المعبد. اصحى، اتفضل روح دلوقتي على عمك بحبنبوت اللي ورا المعبد، ابنه مات تعيش انت، عزي وقوم بالوجه. لا حول ولا قوة الا بالله، هو سيس قامت؟ ده كان لسه معايا امبارح. مات مات، عمل خناقه موت مع الواد سمين نرمر بتاع شبرمنت، الاتنين قتلوا بعض. روح اعمل الواجب وظبط الجثتين. ها ظبطهم كده وفلترهم ولفهم لي لفه هديه عشان اقدمها لامي في عيد الام. امرك يا مولاي. ثانيه، امي اللي هي مين؟ الملكه. وانت ولا حاجه، انت واهلك. انت واهلك ايه؟ ولا حاجه. بانكسار ولا حاجه. الشعر ده يتحلق. اتفضل سلامه. امرك يا مولاي. الواد ما قاليش عيادة الدكتور فين؟ بس من معد، بس من معد. احساس فظيع يا دكتور. الناس فاكراني يا ما هنا يا ما هناك. فاكرني سعيد. بطليموس الخامس عشر راح. بطليموس الخامس عشر جه. وعيل صغير ومفرفش، امه ملكه، انت عارف كلام الناس والاشاعات، مع المشوي مشوي والمقلي مقلي، وبيضيفوا كمان. وقد ايه ده سعيد ومتهني، اني بالعكس تمام. بطليموس الخامس عشر جواه حزن شديد، حزن شديد يا دكتور. يا دكتور الجو ده، مين دول؟ ما تقلقش، دول بيدونوا كل كلمه بتقولها سموك علشان اعرف احدد المشكله. حلوة قوي كل اللي بقوله. طب كويس ان انت قلت لي. ان شاء الله بكره الصبح ابعت لك عم حسن النقاش بتاعي يدي وشين. ها؟
معلش سوري عشان ده كلام دي اسرار عيله وحاجات شخصيه ما تعرفش ممكن بقدره قادر بعد الاف السنين نبقى تاريخ ويعملوا لنا متاحف ما يرضكش السياح يقروا الحاجات العائليه سوري يعني سموك تعمل اللي انت عايزه هي بلد امك يا دكتور الطريقه دي ايه بلد امك دي شتيمه ولا على اساس ان امي ملكه فعلا بالعكس ده شرف لينا اتفضل كمل لو سمحت ابدا يا سيدي انت عارف اللي بيتقال دلوقتي في البلد بس انا مشكلتي الحقيقيه يا دكتور ان انا مش حاسس بتميز في الحياه مش لاقي نفسي انا مين في زحمه هتقول لي انا بطليموس الخامس عشر اقول لك ايه في 40 بطليموس في العيله خالي بطليموس ال13 جدي بطليموس ال20 جوز عمتي اللي هو سافرنا في كندا دلوقتي بطليموس ال22 جوز خالتي بطليموس ال26 عارف في بطليموس كتير في الموضوع عارف لو كله يعني لو كله بطليموس وانا شريف كده في النص هبقى مميز شويه بس دربكه زحمه بصراحه العيب على الوالد كان ممكن ما يوافقش يسميك اي اسم تاني انت عارف بقى بصراحه الراجل لما بيبقى متجوز ملكه بيبقى مكسور شويه معلش انت عارف امي الملكه يعني فاكر حضرتك فيلم مراتي مدير عام نفس الفكره نفس الفكره فانا يعني الراجل نعذره حقيقه يعني وبعدين اللي شاغلني دلوقتي موضوع الاخ مارك انطوني الواد الصغير ده كلام مال البلد انه بيرسم على امي وجو كده مش لطيف يعني عارف مش عارف اعمل ايه والوالده موقفها ايه الوالده ما انت عارف ست حلوه وصغيره ومالكه مين يجرؤ يقول لها انت بتعمل ايه يبقى مجنون حتى لو كان ابنها استغفر الله العظيم ايه يا دكتور في ايه انا ما قلتش حاجه ايه الاداء ده انا بقولت في مشاعر نبيله بينها وبين انطونيو وارد يعني لكن حسستني ان امي بطاله والعياذ بالله اذا كان كده معلش بس خد بالك من الولد مارك انطونيو ده لانه مش سهل ممكن يعمل بين ابوك وامك فورتينا بتقول لي اعمل ايه يا دكتور شور عليا انت خوفتني قوي لما قلت لي فورتينا خفت يعني اسمه اقتله اكري عليه بلطجيه توكل على الله خلاص كلم الشباب في الدق دلوقتي قوموا بالواجب الله يريح قلبك بس ما قلتليش مين الاخ اللي في حضنك من اول ما جيت ده توني الرابع عشر توني الرابع عشر يا عيني هيطلع معقد نفسيا زي اكيد في توني الرابع عشر كتير فعلته لو بتحبه انصحك اخنقه قبل ما يواجه المصير اللي انا واجهته انا انطونيو وانطونيو انا مالي روحي شايف امي بتعمل ايه قلبي معاك يا صديق قشطه هو اللي بدا المعركه بص يا جماعه فين بص يا جماعه فين ها انطونيوس ايه اللي حصل لك؟ تسلم ايدك قفشتك يا ابن الكلب حظ وحش قوي شفت السهم جه فين؟ جه في الكازرولة بس وشرفك السهم الجاي في ودنه باذن الله التعظيم يا بطليموس طول عمرك فارس بارع انا ما احبش حد ينافقني قول لي انت اقوى رجل في مصر ولد امك يا نهار اسود انا عارفه حركاتك دي والله ما انا سايباك سامحيني يا ماما ارجوك سامحيني وديني وايماناتي لا هنفخك يا بطليموس الكلب انا بطليموس انا ولا عمي ولا خالي احنا 60 بطليموس لخبطه اخرس خالص اللي انت عملته مع عمك مارك انطونيوس ما يتكررش تاني والا وشرف امي اعلقك انت عارف بقى امك وقلبتها اصل هو بصراحه كان واقف مقنبر كده في اغراني قلت فور فان يعني ولد اخرس اطلع اوضتك حاضر تعالى هنا لسه ما خلصتش وبعد كده عايزاك تقعد في اوضتك دي على طول حاضر تعالى هنا لمده 3 ايام حاضر ايه ده في ملكه تقول وشرف امي لنفخك يا رب عرشك يزول ده ايه الزهق اللي انا فيه ده يعني محبوس في قصري وفي اوضتي وبرضه زهقان الواد مش من معد فين ما بعت له مسج ايه ده انا نسيه خالص غطست كده
انت فين يا زفت؟ ها؟ بس ما ردش عليا ليه؟ ما ردش عليا ليه؟ ايه ده؟ وانا بعتها له لسه؟ انا دماغي جرى فيها حاجة. لا انا مش مظبوط. انا مش مظبوط. سن ايوه الحمد لله على السلامة يا حلوة. وريني الأمور قال ايه. ايوه ها انا في المعبد ماشي ان شاء الله عنك ما جيت من المعبد. ابعت لي اي حد بباكو بسكوت. بس تعال تعال يا حلو تعال يلا سند. اوعى اوعى انت كمان. ما معيش فلوس ابعت لي نص جنيه. تصدق انت رخم ولا عايز منك حاجه ولا نص جنيه ولا زفت. انا هصرف هيذلني عشان بسكوت. يا كبير الخدم هات لي يا ابني الشاب ولبن بتاعي. ايه ده؟ ايه الجرأة اللي حصلت في القصر فجأة دي؟ مين المتهور اللي طلب لنفسه مشروب زي جايب التانية دي لمين؟ مولاتي الملكة يا مولاي. مولاتي الملكة؟ أمي يعني ها؟ طبعا ما هي ملكة وأمي مش قادر أتكلم معاها كل حاجة تقلدني تقلدني. ما علينا. النظام؟ نظام ايه مولاي مش فاهم. نظام ايه انت هتستهبل ولا ايه؟ نظام السقسقه. تقصد حضرتك البسكوت. اقصد البسكوت. انا بقصد البسكوت. مفيش حته كده سقسق بالشاي. انا اسف يا مولاي حساب السقسقه تقل قوي. حساب ايه؟ السقسقه. يعني انا لو ما دفعتش مش هسقسق؟ مش هتسقسق. ولو قلت لك استنى عليا شويه مش هسقسق؟ مولاي الحاله بقت كرب قوي. الشعب مش عارف يسقسق. أنا ذات نفسي شغال عندك وبقالي فترة ما سقسقتش. إن شاء الله ما سقسقت أنت ولا الشعب. أنا مالي؟ أنا عايز أسقسق دلوقتي بس كنت مش شايف لعبة. خلاص قول لهم هنصرف لكم إعانة. إديني بقى خليك جدع أي حاجة. أي حاجة. أيوه كده يا حلو يا حلو. فار 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 اعمل حاجة. أنت تقف تترعش. أمال حارس إيه ونيلت إيه؟ حملك أعصابك. دخل هنا انزل موته. مولاي أنا بأمرك تقتله. قلبي ما يطلعنيش. إن شاء الله قلبك يتحرق. هات الفار. انزل ده انا بترعب منه. بص عليه كويس اقفشه اقفشه وفسخه كده. ايه مولاي ايه؟ انا خادم كبير اجيب شاي محليب لكن قتل لا. ايه الاوبر ده؟ ايه انا بقول لك اقتل ابوك. خلص ابوس ايدك مولاي. إيه؟ انا جات لي فكره. ايه؟ احنا نحط له سم في ران. خرب بيتك ما تقول كده من الصبح. طب هنجيب السم منين؟ معايا مولاي. ايه ده انت جاهز كده على طول؟ انا ديلر اساسا. حلو حلو انا احب الشغل الجاهز. يلا ايوه حلو قوي كده. خلي بالك هو ممكن يكون شايفنا من هنا ومن هنا وبيراقبنا. فاحنا نعمل ايه عشان ما يعلمش الكوبايه؟ احنا نضحك عليه ونلف الصينيه. بس بس كده قشطه. الله يخرب بيت دي سيره والله انا نفسي معت عليا وما بقتش عايز اشرب. اشرب انت كوبايتي انت غلبان. اشرب اشرب مولاي. ايه ممكن الكوبايه يبقى فيها السم؟ لا عيب عيب وانا ابيعك برضه. ما حطيت انت السم انا ركزت في الكوبايه فيها شويه لبن اكتر من الثانيه. امسك يا جدع امسك ده احنا مربينك في القصر ده انت ابننا. اشرب يا حبيبي اشرب. استنى قبل ما تشرب مش عايز اي حاجه اعملها لك لعيالك اي حاجه. نفسي اسقسق انا ولا هتسقسق انت من جهه هتسقسق هتسقسق. يلا اشرب عشان تقعد تقول للشعب عايز يسقسق. بالسلامه يا حبيبي. حاسب ايه؟ مولاي انت مش مظبوط صح؟ اه هو ده هو ده. حاسس بدوخة وغممان نفس. وايه؟ غممان نفس. غممان نفس؟ اه. طب اشرب قول لي ايه كمان؟ اه ايه؟ تقلصات. هو ده الشغل؟ اهراسات. هو ده الموت. هو ده الموت. اه استنى انت هتترمي في الارض بالكوبايه بتاعت القصر. انتوا اتجننتوا. عهدة في 60 داهية. اه ها قربت؟ مولاي يلا باي باي. مولاي في 60 داهية. مولاي انزل بقى زهقتني بتموت في 3 ايام. حلوة قوي فكرة الشاب ولبن دي. حلوة قوي. طب ما انا ممكن اعزم الاخ مارك انطونيو اللي عامل لي فيها وضع امور ده وبيتنطط. اعزمه على كوباية شاب ولبن. حلو. يا نائب كبير الخدم اعملوا لي يا ابني فنطاش شاي بلبن وهيروح هدية للامير مارك انطونيو. لا لا ماما لا ماما لا ماما ماما لا بطليموس بطليموس ماما لا
ماما لا ابني حبيبي ماما ماما مالك حبيبي كابوس يا امي كابوس فظيع خير خير يا حبيبي لا شكله مش خير بصراحه بص بقى ماما انا هقولها لك وانت براحتك ارجعي على اللي انت بتعمليه احسن اخرتك شكلها زي الزفت ايه حلمت اني هتقتل في الحرب لا 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 يا ريت انا حلمت ان انت بعد كذا الف سنه سوري يعني هيعملوك علبة سجاير سجاير ايه يعني سجاير هتسخت يعني لا تسخت ايه سجاير اللي هي بينفخوا فيها حاجه شبه الجوينت كده عارفه بيجيبوا ورق كده في المستقبل هيسموه مش عارف بفره بقى ولا ايه وبيلفوا التبغ قصه كده المهم ان انت هتتحولي لسجاره طب ومش كده بس طب ايه ده هيبيعوكي فرد وهيسموكي كوكو الضعيف هات لي يا ابني 4 كليوباترا 3 كليوباترا ده يوم يا رب يا رب ما اعيش اليوم ده طب حبيبي ايه حبيبي بطاطس سوستي اهديكم الله اهدى يا حبيب اهدى يا روح ماما اهدى ومي. انا هديت بقالي ساعه بهدى انا هديت انا عارفه انه موضوع عمك مارك انطونيوس مأثر على نفسيتك شويه بس معلش يا حبيبي بكره تزهق تتعود تنسي نفسك ولا ايه انا الملكه والمجد ليا من السحاب للتراب ما تنام وتستغطى بقى استغطى في ملكه تقول استغطى ومن السحاب للتراب يا نهار اسود طالما استغطى بقى لو سمحت انزاحي شويه عشان عايز اقوم اشطف مولاي يا شهرباز اما انا الاوان يا مولاي ان اقوم ولو وان اور واروح يا ملك الزمان واخد شاور هل جننت يا شهرباب هل جف نبع الكلام والحكايات يا مسرور ارجوك يا مولاي اتوسل اليك يا مولاي كيم اوفر انتهى الكلام يا مسرور أمر سلم سيوفك ورحب اليوم برقاب ضيوفك بمين؟ برقاب ضيوفك يا عم أبا أنت بقى سلم سيوفك كل يوم تبعتني ولمع في السيف ولا بتعمل حاجة How you say that؟ إزاي عبد السود زيك بيتطاول عليا أيوة يا مولاي ما بتطولش بس بقولك الصراحة يعني على الأقل حال القرشين اللي أنا باخدهم منك ولا عايزني أبقى منافق زي الباقيين أنا خايف بصراحة ما يعني تقل في نظرها وما تستعنكش مسرور مسرور أنت شايف كده؟ شور حبيبك ابن سوق وأنت فاهم النسوان بتحب الشدية شد شوية حاضر فعايز أطلب منك طلب بقى بصراحة فضل أبوس إيدك نام أنت مرمطت كل اللي شغالين في القصر معاك أهو ده اللي مش ممكن أبدا 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 ليه إن شاء الله ولازم حدود قبل النوم تعال بس يا مولاي ده الواد ميدو ابن اختي في نص الرضعة بيشخر في حضن امه اسمع كلامي انا عايز اكلمك كلمتين من القلب للقلب خدامك يا مولاي اؤمر انت مالك شكلك مهموم ليه كده فارفش فارف معاك سجاير ولع يا مولاي خير انا شايفك مش مبسوط من الصبح وقلت ان انت هتقعد وتحكي لي خير يا حبيبي اؤمر انت عارف انا بحبك قد ايه عشان كده هقول لك على سر والسر ده مفيش حد في الكون يعرفه لأنه هيندفن معايا والتاريخ مش هيذكره ربنا يديك طول العمر توغشتني خير يا مولاي سرك كبير أنا مش سهران كل ليلة عشان أسمع حواديت شهربات لا أبدا دي كلها مجرد حركات عندك حق يا مولاي أنا ساعات بصراحة كده بلمع أوكر بسمع الحواديت حاجة نفخ التنين بصراحة برافو عليك زي ما قلت نفخ التنين مال معذبنا معاك ليه يا مولاي مولاي بيتحكي له حدوتة كله انتباه وفاكهة ومصاريف ليه ده كله؟ لا تظلمني يا مسرور فأنا مريض ومرضي غير عادي ساتر يا رب ربنا يشفيك خير يا مولاي قلقتني بجد أنا عندي
عندي تبول لا إرادي. ساتر يا رب، لازم تقولها باللغة العربية، ما تقول بعملها على روحي يا مولاي. عادي حقك، ودي مشكلة. افرش مش هم عاوز سرير سريرك، محدش هيحس بحاجة. صدقني مفيش طريق للحفاضات إلا وسلكته. طب بقول لك يا مولاي، في حد من الهاوس كيبنج في القصر شم خبر بالموضوع ده عشان يبقى شكلك وحش قوي. اتنين اتنين عرفتوه شموا. ايوه حسن ومحمود. خلصت عليهم بإيدي لأنهم لسنوا علي بالكلام وقالوا أشياء فظيعة. بعدين يا ويل اللي شم وما يكتمش. لا ده لازم يكتم، ده كفايه الوش ده في النور ده الرعب ده لازم يكتم. يا مولاي مش محتاج اقول لك ان انا بتاعك، سرك في بير. انا اللي حاسس في نفسي يا مسرور انه البنت شهربات زي ما تكون يعني مستصغراني. مستصغرك ايه وماسك عليك زل؟ شكلها ماسك عليك زل، انا بقرا في عينيك كل حاجه. سيبك منها تتقتل في السرير، انا عايزك انت تنبسط وانسى الموضوع ده. حق انت بتعمل كم مره على روحك من غير ما تقصد؟ يعني 10 15 كتير قوي. ايه ده خزان ميه يا مولاي؟ بعمل ايه؟ كتير كتير. حللت سكر؟ حللت. بقول لك ايه؟ مفيش حاجه. دي نصيبه. لا انا معاك ما تقلقش، انا هاجي كل شويه بالليل اصحيك تقوم تظبط نفسك وتنام عادي ولا كان في حاجه. من غير حفاضات؟ ولا حفاضات ولا الكلام الفاضي ده عيب. تعالى بس نبدا من دلوقتي، تعالوا الحمام خش كده اول مره وهتبقى زي الفل. ما تقلقش يا راجل، هات علبه السجاير اللي معاك بنفسك. هات علبه السجاير والولاعة. وانا كان نفسي في فاروزه زي دي يعني. لو اهو حديها لك. انا مش بقول كده عشان اللي انا سمعته ولا تكون لا. بشتغلك ولا بستغلك، ده انا خدامك. يلا عايز حاجه مني؟ لا سلامتك. اروح انا اظبط القصر اشوف لو اكون حد بيرجع ولا حاجه. بسرعه يا مسرور. امرك يا سيدي، امرك يا سيدي. بص بقى يا مولاتي من الاخر كده، اقسم بالله لو عيرتي مولاي باللي انت فاهماه لخلي الجزارين تلم لحمك. وانا اشتكيت؟ ما انا سهرانه. يينا. ايه ده ايه ده، انت بتعيط يا مولانا؟ يا نهار ازرق، لما الملك يبكي الرعيه تعمل ايه؟ امال ايه شهرباز عمل؟ شهرباز سوى وقصص واساطير. لا ابوس ايدك، انا عبد صحيح بس قلبي ضعيف. والنبي ما تعيط بقى، يلا احكي له حدوته وانا قاعد معاك اهو. جرى ايه يا مسرور؟ ما انت شايفني قاعده بسقط قدامك اهو. يا بنتي مش عايزه ينام، ده لو نام هيضيع هيبه الدوله. خلاص يلا. ماي دارلينج شهرباب، زوجتي حبيبتي عشيقتي فلذة كبدي، ما وحشتكيشي. انت مكسوفه يا روح قلبي يا شرشوره يا اموره، بالله عليك تقولي لي ما وحشتكيشي. في ايه يا مولانا؟ في ذكر قاعد معاك وايه الجو ده؟ مش لذيذة يعني؟ وفي طاووس، في 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 دوشة حواليك. واحدة واحدة. عيب. جرى ايه يا مسرور؟ هو انا قلت حاجة وحشة؟ انا بسألها سؤال بريء. ما وحشتكيشي. ما وحشتكيشي؟ هو في ملك يقول ما وحشتكيشي؟ انت ملك من محرم بيه يا عم؟ يا عم احنا كلنا عبيد عندك، حس بذاتك وبنفسك بقى يا مولانا. احكي يا بنتي. كان يا مكان يا روح في سالف العصر والاوان. طبعا كان في انسان غير اي انسان، كان اسمه ايه؟ الشاطر مسرور. انت سرحت ليه؟ اوعى تكون في حاجه بتحصل. لا لا بفكر. افكر براحتك بس اوعى انت فاهمني. ها يلا كمل يا حلو. ولانه كان بيطير، كان بيساعد الفقير، كان بيجيب لقرايبه العيش. بقول لك يا مولانا، ما تنزل تجرب الحصانين اللي جبناهم لك جداد؟ في حصانين كده. حصانين ايه وخيل ايه؟ انزل جربهم اسمع كلامي. يا راجل اسمع كلامي، الحصانين هيعجبوك. مسرور. طب ماشي. طب بقول لك ايه؟ ممكن تزود السبيرتو بتاع النار بس؟ زودوا السبيرتو يا جماعه. انت هتدخل علينا ناس واحنا في الخلوه دي؟ سيدي بس ايه ده، الراجل قاعد بتتجننتي ولا ايه؟ يعني اي حركه عشان الموضوع، لو سرحت كتير مع الدفى يبقى انت فاهم ممكن يحصل ايه. اسمع الكلام. انما حلمس يداها واشمشم خديها. ولا تشمشم خديها ولا تمسك ايديها، مش عايزين كلام فاضي وقله ادب. لو تكرمت انا برضو راجل وبفهم في الاصول. اتفضلي خلصينا خلصينا، احكي له الحدوته، الدوله مش ناقصه فضايح. اتفضلي. كان يا مكان
في سالف العصر والأوان كان في إنسان غير أي إنسان، كان اسمه الشاطر سوبرمان. واحد اجهد اجهد قوي. بس احنا ما تعرفناش، اسمك الجميل ايه؟ شاديه. اهلا وسهلا شاديه، اهلا وسهلا. مبسوطه شاديه؟ مبسوطه قوي. تمام 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 تمام. بقولك يا شاديه، يعني بصراحه كده انا وانا طاير كده لقيتك قفشه في سقف العماره، كنت بتعملي ايه؟ ما عملش حاجه. يعني كنت عايزه تنتحري ولا سوري يعني حراميد غسيل ولا ايه النظام؟ ان انا ما بعمل حاجه. يعني عادي ان انت تبقي مش علاقه على سقف عماره كده؟ انا مالي، انا مش عايز احراج، انا قلت يعني ندردش مع بعض. ما مش حاجه، ما بعملش، ما فيهاش حاجه، ما فيهاش حاجه. بس انبسطتي في الرحله؟ بجد كانت حلوه قوي. انت بتحب سوبرمان اصلا؟ ده انا بموت فيك. ربنا يخليك. الحمد لله. يعني بص، حب الناس ده نعمه من ربنا. ده كل اصحابي بيموتوا فيك. سلمي لي عليهم واحده واحده. صاحبتي كلهم نفسهم يطيروا. ان شاء الله ان شاء الله اجي في يوم كده في شم النسيم ولا حاجه، اخدكم اطير بيكم كلكم، هيبقى يوم جميل بامر الله. اهلا وسهلا شادي، اهلا وسهلا. بقول لك ايه، معاك سيجاره؟ سيجارة ايه يا بنتي المجهود الفظيع اللي انا بعمله ده؟ انت عايزاني اشحر؟ سيجارة ايه؟ طيب ما تشغل لنا حاجة نسمعها كده. هو انت راكبة ميني باص؟ في ايه يا شادية؟ المفروض تقدري اللحظة التاريخية اللي انت فيها، مفيش ولا واحدة في العالم ركبت على ظهر السوبر قبل كده، لازم تحس بأهمية الموقف. بقول لك ايه، انت لوك 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 كده على الفاضي، زهقتني يا اخي. انا اللي زهقتك برضه؟ وايه لوك لوك واللغة دي؟ انت خريجة ايه؟ دبلوم والنبي. اه حلو 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 حلو. لا بس انا قلت يعني ايه، نريح شويه ونتعرف على بعض، وبعد كده ان شاء الله الوجوه تتقابل باذن الله باذن الله. طب احكي لي بقى، ايه سوبرمان وطاير هنا ومن بلد لبلد وفي السماء، مش بتحب، مش متجوز، ما عندكش صاحبتك؟ انا عايز اقول لك ان انا محروم من كل الحاجات اللي الشباب اللي في سني بيعيشوها. معقوله؟ هو طبعا طبعا. انا حكايتي غريبه قوي قوي قوي. احكي لي. انا شاب يا ست عادي، ابويا الله يرحمه مات وساب لي اربع بنات في رقبتي، اخواتي، وكنت في ثالثه اعدادي. اضطريت اخرج من المدرسه واشيل المسؤوليه. الحمد لله جوزت ثلاثه، وفاضل شيماء قد كده عندها 12 سنه، ان شاء الله قريب باذن الله. يا عيني. اه لازم اجري على اخواتي، امال اسيبهم يتنقلوا في الشوارع؟ بس فعملوني بقى سوبرمان. لا صح، سوبرمان الناس، سوبرمان راح سوبرمان جه، وكل الناس دي يعني كل ده اوانطه. انا عايز اقول لك ان انا مش حقيقي، انا باختصار حياتي عباره عن جرافيك في جرافيك. كل ده بيجيبوني في الاستوديو اقعد على الخشب، شغل المروحه عشان اعمل هوا كده، انت كده طاير اعمل كده، انت كده طاير على ظهرك اعمل كده، وبترزق الحمد لله ماشي. لكن انا مش حقيقي، يعني انا اسف ان انا بصدمك، فهماني؟ الاطفال الصغيرين صعبانين عليا، بس الموضوع كله جرافيك. يعني شايف المناظر اللي ورانا دي كلها، كل ده مش حقيقي، مفيش حاجه حقيقي طبعا طبعا، ولا انا ببص على حاجه ولا الكلام ده، بس اهو الحمد لله ماشيه ماشيه. لا صعبت عليا بجد. ربنا يخليك. لا الحمد لله، يعني انا راضي. بعدين بيني وبينك زي ما بتقولي، احب ارتبط بمين؟ يعني ارتبط بمين؟ انا راجل طول النهار طاير في حته، عرفت واحده قبل كده شهرين، فجاه طرت نسيت الاولاد دي كانت فين عشان ارجع لها. مدهوش مدهوش، سواح، اعمل ايه؟ نصيبي كده. طب ما تاخدني. همرمطك معايا؟ انا مش ما بثبتش في بلد ثانيه واحده شاديه، صدقيني. انا راضيه يا ستي والله، انت بنت زي الفل وزي القمر واي حد يتمناكي، بس انا مش موجود، يعني مش هتشوفيني، مش هتشوفي جوزك، فاهمه؟ هستنيك لغايه اما تيجي تلفلف بيا لفلوفه كده وترجعني. انت زهقتيني قوي، باين عليكي تافهه. لفلوفه ايه؟ بقول لك انا مش ثابت في حته، ما تخنقنيش بقى شاديه. وديني وحياه ربنا اسمع ليا. اسمع ليا؟ عند خالتي. اوديك عند خالتك؟ وانا تاكس ابيض، انت مجنونه في ايه؟ اغيظها شويه بس، خالتي دي مجننانة. مجننانة؟ تبان عليك انت اللي مش مظبوطه. بص يا شاديه، عزمك على حاجه كده بسيطه يعني عشان تبقى ذكرى مني. شكلك جعانه. بقول لك ايه، عشان انا عندي كذا مشوار،
ايه رايك بقى ننزل للناس اللي تحت الوليه اللي عماله تحكي حواديت للراجل اللي هينام ده ولو نام هيخرب الدنيا وانا عارف. تعالي بقى ننزل. لا انا مش هسيبك انا عايزه الف. لا انا بحبش الخنقه وعايز الف ايه وانا عجله ايه يا شاديه في ايه ما خلصنا خلاص فسحتك وحكيت لك حكايتي لازم انزل بقى. خدني انا كويسه شاديه انا بتخني ما تزهقنيش هاخدك اطير بيك وارميك على اي جبل. انزلي بكرامتك بقى يلا مره ثانيه معناها ناخد تليفونات بعض اي حاجه سوبر هتليني عندك الففك شويه. طب اسمع لي خمس دقائق كده. ايه موضوع اسمع لي ده يا بنت وانا بجو يلا جاهزه يلا على تحت واحد اتنين تلاته. يا مسرور تستجدع معانا وترجع لنا حاجه من اللي احنا خسرناها. لا مش ناوي استرجع ولا ارجع حاجه. بقالك بتلعب معايا كام سنه؟ 65 سنه دلوقتي. عمري رجعت لكم جنيه؟ مش همشي الا لما ارجع اللي خسرت. لا جدع ده كريار وريني هتاخد فلوس ازاي. ايه بقى كريم يا جدع؟ ده احنا اصحاب يا جدع وعشره عمر يا جدع. الله ده احنا نكر يا جدع. ده احنا حوار اسطنبول تشهد عملناها جدع. ايه ده ايه ده 40 جدع في الموضوع. ايه يا جدع يا جدع يا جدع. ايه انت بتنقط يا عم انت ولا حوار اسطنبول ولا بتاع كل ده كذب. انا مختلف عنكم تماما يا جماعه. بص على الشعر حد عنده الشعر ده بتاع كريم بتاع كريم ها أه؟ حد عنده البنات اللي بتتهافت يا جماعه ركزوا ان انتوا قاعدين مع كريم عيب. احنا خسرنا لكن الخساره مش عيب. لكن يا ترى انت فكرت لحظه واحده بس هنعمل ايه بعد ما نبطل لعب القمار؟ انت واخد الموضوع بمأساويه ليه كده؟ تصدق مفيش حاجه نعملها؟ ايه ده مفيش اي حاجه حرام نعملها تاني؟ حتى المشروب خلص خمره وشربنا وقمار ولعبنا عايزين نعمل حاجه شمال كده. بقول لكم ايه؟ نعم. احنا كدبنا على بعض النهارده؟ الصبح. صح الصبح. طب جبنا في سيره الناس بالنميمه؟ بعد الظهر تسع اللي قاعده معانا انت مقرخ كل حياتنا. طيب بس عرفت الموضوع. ما تحرشتوش بأي واحدة النهاردة؟ لا لسه. بس هو ده اللي فاقر الموضوع. هو ده. يلا شوفوا بقى بنت أي بنت رايحة جاية كده وتحرشوا بيها وأنا أظبط لكم الموضوع. طب يلا. إيه مش تيجي معانا ولا إيه؟ أنا أراقبكم وأظبط لكم الدنيا يلا. يلا خلي بالك بس الشمس عشان الدنيا نار برة. يلا على ما أقلكم. الله بس احنا هنخرج ازاي في المطره دي؟ يا جماعه مطر ايه ده؟ وانت احنا اللي عاملينه. ايوه يا كريم بس ده في رعد وفي برق. ايوه لما نعمل مطر لازم نعمل رعد وبرق عشان يبقى 100 100. طب والزفلات ده يعني نعمل فيها ايه؟ ما تعقدهاش بقى. بقول لك ايه؟ لو قابلته بنت حلوه اوعى انت تتعامل معاها. شكلك تاجر بصل ما تفضحناش. يعني المطره دي مش بتبل؟ لا بتبل يا اخويا. يلا بقى يلا 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 لغوني على طول. قشطه سلامه. يلا لو لقيتوا بنت حلوه كلموها عن شعري ها؟ قولوا لها تعالوا شوفي شعري كريم. قشطه. ياه خلاص يا بطه هانت كلها اسبوعين وابني لك الكوخ بتاعك في الاحراش والادغال. امتى بقى يا تيفه امتى؟ خلاص انا مش قادره استنى. هانت يا بطه الا بالحق. انت بتحب الاحراش ولا الادغال؟ اشمعنى يعني يا تيفه؟ الاحراش خضره اما الادغال صفره. بموت فيك عشان انت فهيم. يا حياتي. قلنا كيه الوقت خد خلينا امشي خلاص الساعة داخلة على 3 بالليل. بطة انت حبيبتي خطيبتي انا من حقي ان انا اسهر معاك واسافر كمان معاك. تسافر معايا يا تيفا؟ هو انت حالتك تاكل يا اخويا؟ بقولك ايه خلينا امشي احسن. انت عارف اهل الحارة عاملين ازاي؟ البت مننا لما تتأخر بعد الساعة واحدة بتتلط. ده تخلف ورجعية. نعمل ايه بس يا تيفا نعمل ايه؟ هما كده اتركوا بيموتوا في الكلام والمسلسلات. بطل عشان خاطري عايزك تقعدي معايا شوية حتى نسقوكي على النار. طب ممكن المرة الجاية؟ على رأيك. يلا بينا نرجع. يلا بينا. ايه ده ايه ده ايه ده؟ شايفين الصاروخ ده يا جدعان؟ هوبا 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 مين البنت الجامده دي يا كبير؟ انت مش عارفها؟ دي البنت فاطمه جول. فاكر عم جول كان بيبيع ترمس على الكورنيش زمان؟ دي كبرت وحلوت قوي يا ده كريم. ايوه بس عيب يا جدعان دي بنت قريتنا عيب ما ينفعش يحصل كده. ابوها راجل كنا نعرفه. بصراحه انا مش موافق بس هي حلوه هي جامده بصراحه. يعني ايه يا كيمو؟
مش هنتحرش النهارده ولا ايه؟ لا انتوا براحتكم، انا مش معاكم بصراحه، بس كده كده هي جامده صاروخ. ايه رايك؟ حلو. ايه المنظر ده؟ انت رايح تتطاهر ولا رايح تتحرش؟ ما تخليك محترم، شكلك وحش قوي. مش انت قلت لي نتحرش؟ حرش يوم اتنيل ايه؟ البس حاجه يا جماعه. انا مش موافق بصراحه رغم جمالها. لازم نتحرش كيمو، دي ضحكت يعني بنت شمال. هي اي واحده تضحك تبقى شمال يا جدعان؟ عيب عقله. ايه الجمال ده؟ ايه الجمال ده؟ بصراحه انا مش قادر، انا دايس. مين معايا؟ انا معايا. لا انا ماليش دعوه، اتفضلوا اتفضلوا، تعال تعال تعال. تبيعتين شوكي رايح يتحرش. بنت بطة، ايه الحلاوة دي يا بنت بطة؟ تيفا انت عارف انا بحبك قوي وعايز افضل معاك ليه صح؟ عارف يا بطة، عشان انا بكر ملك. خلي اي متحرش من دول يتحرش بك ولا الهاتشو بسنانك. بقولك يا دكر، انا هجيبها لك من الاخر عشان انت الرجولة اتليك شكلك. الشباب الحلو ده جاي يتحرش بخطيبتك، في مانع؟ لا يا فندم مفيش اي مانع. في اي اعتراض في دماغك؟ لا يا فندم مفيش اي اعتراض ولا مانع. لا معلش عشان القعده عائليه بس، فشويه نفس بقى. تسمح لي امشي؟ انا لسه بطلب منك كده. شكرا يا فندم. الله يخليك، مع السلامه. مصطفى اشكرك، انت متعاون. ما تشكرنيش انا، اشكر بطل بالحق. معلش يا فندم. اتفضل. يا ريت حضرتك تديها الدبله بتاعتها، انا معايا واحده تانيه. انت ابن حلال. شكرا يا فندم. والله ابوك رباك. طلب اخير بقى. خطرت معايا لا عايز تتحرش خلصت. معلش يا فندم. ايه؟ خلي بالكم منها. لا دي في عينيا، اول ما خلصت تحرش هجيبها لك لحد البيت، انا اوصلها. على السلامه يا درش. شكرا يا فندم. مالك قابل شاب ابن حلال قوي 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 قوي. ايه الحلاوه دي؟ يلا بينا. دي بنت قريتنا، ما ينفعش. يلا بينا بقى. ما ينفعش ما ينفعش. يا جدعان ما ينفعش. يا كيمو زينب، ايه ده؟ ايه التخلف اللي الشباب بقوا فيه ده؟ ايه ده التحرش بقى؟ عيني عينك كده، مش عارفه مالهم ايه اللي جرى لهم اليومين دول. مصطفى ساب لي دي، انتوا كنتوا جايبينها بكام؟ يعني جبناها بحوالي 200 جنيه. حلو حلو حلو. بس يا واد، بس يا واد الكلو كلو وجعنا ما يخرب بيتك. ولا سيب لي الابهام يلا. يا ابني يا ابني الله يخرب، بالراحه بالراحه، يخرب بيتك يا علاف يا ابن العلاف. ايه ده؟ المهم يعني انتوا بتيجوا هنا كتير؟ كتير، كل ما نشوف واحده حلوه زي حالاتك كده، انت عارف اصحابي شباب وبتاع وعايز. انا ماليش دعوه، سلام على الصح، بس انت حلوه بصراحه. ربنا يخليك. انا فرحان بالدفعه. يخرب بيتك الاكلادور لسه عاملاه من نص ساعه. يا الخنصر. يا جدعان دي بنت قريتنا، بنت قريتنا ما يصحش. بس هنعمل ايه بقى عيال؟ يتحرشوا. اي حاجه تفرح الاولاد. بالظبط كده. انت تايهه عنا فين؟ عنا فين؟ ايه سحرك ده منين؟ ده منين؟ الواد كان الابهام. انا كفتاه مغتصبه مستحيل اقبل بالوضع ده، لازم انتقم، لازم اخد حقي. لا يا بطه، اوعي تخلي الشر يتسلل جوه روحي. لا وبعدين انت خلاص اغتصبوكي في حلقه وخلصت، دوروا الباقي عليا انا، فاضل لي 120 حلقه، الله اعلم يحصل فيا ايه. وانا ناوي اتجوزك وانسى الموضوع ده خلاص. ايه الاسلوب ده؟ انا كفتاه مغتصبه مستحيل اقبل بالوضع ده، لازم انتقم منكم كلكم. انت خلاص ما تزهقيناش بقى، الناس تجيبي طبله وطار، وانا فتاه مغتصبه، عرفنا ان انت مغتصبه، انسي الموضوع وانا موافق اتجوزك على الابيض من اول وجديد. قبتمك قبتمك شتنتني ملومك تاني، انا ترتمي انا ملرم بشكوبك قبتمك قبتمك شتنتني ملومك تاني، انا ترتمي انا ملرم بشكوبك. صلى على النبي يا بطة، ايه اللي جرالك؟ اوعي تفقدي عقلك، هتبقى مغتصبة وهبلة؟ لا اهدي اهدي، انا الراجل اللي هتجوزك موافق ان انسي الموضوع ده، هنتجوز على الابيض على جديد يا بطة خلاص. يخرب بيتك بهدلتيلي صدري من زغد زغد ومشوراني، وربنا ما انا متكلم معاك. يلا غوري في داهية، يا رب يغتصبوك تاني، ده ايه القرف ده؟ حلاوتك يا كبير، اتفضلي عروسة. ايه ده؟ مين دول؟ صحابي. مين؟ صحابي. اللي مين؟ لا دول العيال اغتصبوني. يا شيخة بقاش قلبك اسود بقى، دي عيال طيبة وغلابة قوي، المجتمع هو اللي ظلمهم. من النهاردة دول اخواتك. انت غشاش وأونتاجي ولازم تموت. وانت كمان دمك بارد. يعني ايه هربت منكم؟ مش قلتلكوا اختفوها واغتصبوها؟ ذات هو تبدأ من وانا واقف، انت اتجننت؟ اعملي لنا كاس يا بت. حلاوتك يا كبير. منور ابو فايزة.
خش على السنيورة العب. اكيد دي السنيورة. وريني يا اخويا خلصين بالقديم. ايه ده ايه ده مالك؟ انا حاسه ان انا هيغمى عليا. لا 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 مش وقت الناس قاعده. عيب. ادخل انت يا كبير انت في الامان اطمن. وانتوا ايه النظام؟ احنا قاعدين قاعدين قاعدين. لا مفيش قاعدين. تعال عند خالتك اطلع بره تهوى. يلا بكلسونك ده. يلا يلا خفيف تهوى. سيب الكوتشينه دي وغرف ده. يلا عموما يا كبير الدنيا لقى وتلاقي لقى وتلاقي. يلا اطلع بره مش عايز اشوفكوا تاني. وانت اللي في العين السخنه. يلا بره. ايوه جميل. بره اقذر الناس عرفتها في حياتي. بره يا زباله. فعلا زباله. تعال يا حلو. يا وسخ يا ولاد الادب. مبروك عليك مبروك عليك شقتك. اقعدي اقعدي. ميرسي يا بيبي فصلوني. متخليش حد يعصبك بقى دي ليلتنا. تعال. ايوه كده اتغندري اتغندري. ما شاء الله ما شاء الله النصيب ده. اهلا اهلا. تصدق يا بيبي قفلوني. لا لا محدش يقفلك. احنا هنولع الشموع دلوقتي وهنعمل النسكافيه وننبسط اخر انبساط. حلو قوي حلو قوي. انا بحب الانطلاق ده. حلو قوي ده. ميرسي. عايزه تقولي حاجه يا بنت؟ ها عايزه فلوس؟ لا ده بعد الدخل على طول هطلبها. اوكي اموري. انا بس يعني مكسوفه شويه. لا اتفضلي. خير قلقتيني. يعني انا كفتاه مغتصبه كنت حابه اقول لك ان شاء الله الموضوع ده مش هيأثر علينا خالص. ثانيه واحده. انا باذن الله حل... ثانيه واحده. ليه انا خليني اكمل بس. لا جميل. في جمله توقف كل اللي جاي. انت كفتاه ايه؟ مغتصبه. مغتصبه؟ طب انا من حقي اعرف قبل الجواز. ما قلتليش ليه؟ لا لا الجوازه دي خلاص فيك. الجوازه دي باظت. يعني ايه كريم؟ اللي يعني ايه حصل امتى الاغتصاب ده؟ انا جاي يومين من دبي قلت اتجوزك وامشي. قالوا لي بنت ناس طيبين. انت بتقول ايه اللي انت بتقوله ده؟ مش كنت معايا بتتفرج عليا وانا مغتصب؟ انا كنت معاك. كنت بتخطئ امتى الكلام ده كريم؟ ايه الصبع؟ صبع؟ وانت مريضه ولا ايه كريم؟ الاكلادور. الاكلادور ايه؟ انا مش فاهم حاجه. الكني يا كريم. كني ايه انت؟ ايه الهوس اللي انت فيه ده؟ لا ده انا اتغشيت فيكي. الكلسون يا كريم. كلسون؟ الراجل اللي كان قاعد هنا ابو كلسون انا بشوفه في كل حته بس ما اعرفش بيعمل ايه بصراحه. لا بقى يا كريم ما تهزرش. ولاد عشان يخش اشورت شعرك وملست وتعملي بقى الحبتين دول. لا اذا كان على شعري انا مش هشوره من زمان. مش اول مره هشورهولك. فاهدي كده وشكلك فيه بقى شامم ريحه جنان. ريحه جنان؟ لا يا حبيبي الكلام ده عند ام لطفي اللي بتيد وتطفي مش عندنا. عند ام لطفي اللي بتيد وتطفي يعني مقعدك في الديكور ده كله وعامل لك الهاله دي وتقول ام لطفي وبتيد وتط. لا 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 سوري. حتى لو مش تم اغتصابك انا مش هيشرفني. يا سلام يا سلام. اوعى يا اخويا يا اخويا فاكر نفسك هتهرب من الدخله ولا هتهرب من الدخله. هتدخل يعني هتدخل. ايه الجراء اللي جاي لك دي؟ ده انت لسه قايله ان انت مغتصبه. ايه ده البجاحه؟ يعني ايه مغتصبه؟ انا اول الاخر واحده مغتصب ولا ايه؟ يعني هي حاجه شريفه قوي. ما تتلم يا وليه. شريفه ونص. ما تتلم انت كمان. لا فهو كده واصحى. لا هصحى هصحى. وبدليل ان انا سايب لك البيت وماشي. لا يا حلوه هتيجي وتروح فين؟ تعالى هنزل اقعد على القهوه مع اصحابي.